في العيد تقدر تبيعها في العيد بمليون، يوم كذا حد كذا، يوم كذا 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 كذا، ومحل كذا ومحل كذا ومحل كذا، لغايه يوم 10 واحد واقول لك انت قال لي كذا وكذا 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 على اراضي، مش اراضي حسيبة، اقول لك كل اسبوع عليها حاجه. علشان انا عارف بخطط ليه، انا عارف ان انت معايا هتلاقي بعد كده ان انا في الشركه حاجه اسمها ايه؟ سيرش هتلاقي بعد كده فعلا بيسموها احسن. ماشي. هتلاقي بعد كده ان انا في الشركه حاجه اسمها المشيمه اللي موجوده تحت. واحذري مني بقى، الراجل هيسال احمد ده اسال كريم، البسنتا بريفيا كانت ايه اسبابها؟ ديليز فيروس مش عارف ايه، ديليز ظهور مش عارف ايه، اشرب حبايه الفول ظهرت متاخر، الجدر الاخضر بتاع سكر يوم لازم وتلاقينا اقول لك حاجه ثانيه في المشيمه ان هي تبقى نورمال سيتويتد في الليفر وفجاه فرقعت اكسيدنتلي، بيسموها رابشر بلاسنتا، بيسموها ابراكشن بلاسنتا، بيسموها باكسيدنتال هيموريدج الغير متوقع، مش اكسيدنتال معناه ان في توت خبط بطنها فرقعها، اكسيدنتال حصلت حاجه زي كده، ويسموا النوع ده من النزيف اسمه ايه؟ انتي بلاد. كل ده حصه حصه حصه، كلام حلو قوي. وفجاه هتلاقينا ان الحمل عندي عباره عن حاجتين زي ما قلت، عندي بدايه السنه عباره عندي الابراج بتاعته يا اما بليدنج يا اما عندي ديزيز. ديزيز بيسموها يا دكتور محمد ذا هاي ريسك بريجنسي. وبعد كده نخش على مين؟ على البري كلامس حصه، على الديبيتس ميتس حصه، على الهارت ديزيز برينس حصه، على الهانتنجز برينس مع هايبر انسس جرافدرف حصه. قالوا لك لا عندنا لسه وقت كتير. بعد كده رحت داخل لك ايه ده؟ طب هي الحمل اهو حصل لها شويه نزيف، حصل لها شويه امراض، طب ما عايزين نخلص من الحمل، اكيد المرحله اللي بعدين نخش فين؟ هنخش في الولاده. ده المنهج باذن الله ان انا راح اخلصه في الجنرال. وهذا المنهج يمثل عندي حوالي نص كابل ستاتس. نص كابل ستاتس. طب والنص الثاني انت هتخلصه امتى يا دكتور محمد؟ انا فاتح معاك هنا اقوى، انا فاتح معاك هنا حصص ثانيه. هتلاقينا بنتغير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول تطبيق عملي في الفسيولوجي. هو الفسيولوجي ده هو ايه؟ هو ان انا عايز احافظ على دوره على الست بحيث ان الدم ما ينزلش عندها غير ايام محدده. ها؟ ما يبقى الجو عايز بنت بقى الجو. كام يوم يا مي؟ ثلاث لخمس ايام. تكرر كل ده يا مي؟ ثلاث لخمس اسابيع. كم سي سي الست بتنزل؟ 20 ولا 90؟ ده الكلام ده كله اوبسكيور تمام؟ من 30 ل 50 سي سي. طب افرض يا دكتور الدم ده بقى بزياده شكل اسمه بليدنج اللي احنا بنخوض فيه. طب افرض الدم ده قليل شكل اسمه امينوريا اللي احنا سوف نخوض فيه. اشحن امينوريا النهارده استمتاع. هيطلع منها الحصه بتاعت الخميس باذن الله موضوع اخر، موضوع اسمه ايه؟ انوفيوليشن عدم التبويض. ما انت تعرف ان غالبا معظم الناس اللي ما بيجيلهمش الدوره بيبقى ناتج عن عدم التبويض، وساعتها هتدرس عندي اهم ثلاث اسباب لعدم التبويض. واحد تكيس المبيض. يا دكتور ده انا داخل اساسا طب عشان اعرف يعني ايه تكيس المبيض، ده بولي سيستيك اوفري. وهتعرف تاني سبب بيخلي عند الستات عندهم عدم تبويض وما بيخلفوش، هايبر برولاكتينيميا جلاكتونيه. هتعرف تاني سبب عندي حضرتك عند هايبر اندروجينيزم هرشيتيزم. ولما تدرس هذا الكلام ده معايا انا بسميك كده اوغلت تماما لتدرس ما بعده. ما بعده ايه؟ نفسي اخش عندي ذا جريتست بروبلم ان ذا فيميل لايف. عارف ايه الجريتست بروبلم ان ذا ميل لايف؟ الراجل، الراجل غير الصوت. الراجل لما يتجوز يا احمد همه في الحياه ايه؟ الكارير بتاعه. همه في الحياه ايه؟ هو السلف اسسمنت بتاعه، وان هو يحس عنده بالسلف استيم بتاعه، ان هو كويس. مراته لا تيجي في المرتبه نمره عشان بس تكون سامعني، لا نمره 2 يا عم عشان تديها لي خصوص الله. ماشي تمام؟ انت لو جيت شوف اكبر فرحه في حياتي كان يوم ما خدت الدكتوراه. تاني اكبر فرحه في حياتي يوم ما خدت الماجستير. ثالث اكبر فرحه في حياتي يوم ما خدت البكالوريوس. رابع فرح يوم ما خلفت ابن الاول، ابن الثاني، ابن الثالث. سابع فرحه في حياتي يوم ما اتجوزت. حتى عشان التعليم بتبوظ من البتالين بتاع التعليم كل شويه، فانا رجعني على طول حتى هحج. المهم فاكبر مشكله بقى في حياه الست ايه؟ عدم الخلفه. البنت من دول عايشه حياتها كلها ليها هدف واحد في الحياه، الجواز والخلفه، ومحدش يضايقني يقول لا ومش عارف ايه والماجستير. بقول لك ايه؟ بقول لك يا بنت الف انت روحك وحياتك لجوزك تمام؟ انت ساكن له وهو ساكن ليك.
طب يا دكتور ايه اكتر عندي اسباب عندي الانفيرتيليتي؟ خد دي اول سبب عندي حضرتك هو هيموجيليشن اللي احنا درسناه ده. طب مين السبب حضرتك نمرة اتنين؟ الفايبرويدز. طب مين السبب حضرتك عندي نمرة ثلاثة؟ الاندوميتريوزس. طب مين السبب حضرتك عندي نمرة اربعة؟ البي اي دي. حد عارف يعني ايه بي اي دي؟ بيلدنج انفلاماتوري ديزيز انفكشن. عرفتوا الشباب احنا ماشيين كده بالترتيب ليه؟ عشان نفضل نوصل ده انت حاطط خطه في دماغك، لا انا جاي اهرج، انا لا جاي اعزي ولا جاي اهرج، انا جاي حضرتك امشي الصح. والمشي الصح اقوم هذا الترتيب اهلك بعد البي اس او اشهر سبب يعمل مشكله في المبيض. امشي لك على الفايبرويد اشهر سبب يعمل مشكله في الرحم. انا بجيب الاندوميتريوز اشهر سبب يلزق البيرتونيال كامتي. بجيب الانفكشن انا في بايظ اكتر سبب يلزق الانابيب ويعمل انفرتيليتي. طب بعد الانفرتيليتي قال الحصه اللي بعديها اعمل لك معكوسها. ايه معكوس عندي اللي ما بتخلفش؟ اللي بتخلف كتير عايز تعمل ايه؟ كونتراسبشن. ساعتها احنا مؤهلين تماما ان احنا ناخد مين عندي؟ تيومرز. تيومرز. وكده يا دكتور لما خلص لا هتلاقي في حاجه في الاخر دايما اسمها ميسلينيوس. المسلينيس اللي عندي لازم اشوف الولاده الاول. اصل في ثلاث نواتج للولاده. يلا ولاد. وانا عم الاحظ اليوترس وقع. وانا عم الاحظ التحكم في البول باظ. وانا عم الاحظ يا جماعه الولد ده مش قادر ينزل حته اللحم والنبي يا اخوات تعالى مد ايديك وشده. تعرف حاجه اسمها جفت؟ تعرف حاجه اسمها فورسس؟ وحط الفورسس تشيل العيد قطعت الفاجينا مع البلادر. فيستولا قطعت الفاجينا مع الريكتم. فيستولا ايه ده؟ انت بتتكلم بجد؟ ده انت فاهم بقى انت ولا تمام؟ يبقى بعد ما اشرح لك الولاده ساعتها هشرح لك نواتج الولاده. نواتج الولاده. يلا يا شباب وهتلحق دكتور تخلص الكلام ده باذن الله ويا رب كل حاجه هيصحصح. قادر يا عم اللي خلص المنهج كله في اقل من شهرين يخلصه في ثلاث اشهر بامتحانات كمان. انت عايز ايه؟ ونقيس ببساطه. واقول لكم حاجه واحده بس يا ولاد، يا ريتكم تلحقوني، يا ريتكم تجروا ورايا، بس انا مش هسيبك، عمال كل شويه اختبارات عشان اشوفك لان النفس اماره بالسوء عشان اشوفكم بتذاكروا ولا لا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. الكليننج اللي احنا اتكلمنا عليه ده، هسالكم سؤال، لو جات لك اي واحده في الدنيا عندها نزيف، دماغك بتفكر في ايه؟ كلمه دماغك بتفكر في ايه دي كونك اتفاعلت معايا معناها انك بقيت دكتور. يعني ايه يا دكتور؟ اصل انت هتتفاجئ ان في ناس اما اجي اقول لك شكوى. على فكره محمد انت شايف الحته دي عندي كده حته الوبيشيا شويه شعر هنا مش موجودين، فانت لما اجي اقول لك اي سيمتوم في الدنيا الحق دكتور عبد العزيز ابني عنده صفره جوندس اي ديز في الدنيا. طب انا اسالك سؤال، لازم عندك ديفرنشال دايجنوز؟ يعني ديفرنشال دايجنوز لازم ابقى عارف عندي ايه الايتيولوجي، ايه الاسباب؟ ايه الاسباب ايه؟ عشان ابتدي اسال. فانا بقول لك دايما خد الموهبه دي من العبد لله. موهبه توم كروز في الفيلم بتاع ماينورتي ريبورت اللي كان عمال يجيب حاجات كده غريبه من هنا وما بيفهمش 16 مره مش فاهم منه حاجه، ده هو ولا فيلم انسبشن اللي ناموا السبع مرات. المهم انا عايز ابقى كده هاني الاولى تروح عامل هاني الثانيه. تقول لك الحق يا دكتور عندي ميتنج. عين الشمال دي مش مركزه معاك، فاكرين؟ عين اليمين بس لازم في اي كونتر. طب والشمال دي؟ بفتح صفحه في الفراغ اسمها صفحه ايه؟ الجيولوجي. انا بقرا منها، انا بقرا منها، وعارف ان اي فين في الدنيا يا اما اورجانيك يا اما ديسفانكشن، واي فين في الدنيا الاورجانيك يا اما جنرال يا اما لوكال، واللوكال ده انجليزي سوشيالتي يا اما اوبستاتريك يا اما يعني دي تشجيع من باخد روحها. ها؟ ولو هو عندي حضرتك ديسفانكشنال يا اما فوبلر يا اما نوبلر، هبتدي اسال اسئله وهبتدي اعمل فحوصات وهبتدي اعمل انفستيجيشن بناء على اللي انا فاتحه ده. انا عارف عندي ان هي من ضمن الاسباب الجنرال الوعاء الدموي رسمه جايه في عينيا، حاجه من جوه حاجه على حته حاجه من بره، تخيل تكون من جوه الوعاء الدموي ان الضغط ماله عالي. فانا حد لا يقول لي حد هحور ازاي؟ انا بقول للعيال وانا بتكلم هقول لها ايه؟ ماما هو انت عندك بالضغط؟ طيب وانا عارف ان من ضمن الاسباب ان ممكن يكون مثلا دواء بيأثر على الاوبريشن عندي، طب وانت بتاخدي ادويه تأثر على سوء. انا عارف الناس على ايه من الايتيولوجي وناو في دماغي الناس حاجات اللي بسأل ليه دي. طب معلش تعالى يا ماما اتفضلي لا مع السرير انا علشان اعمل لها ايه؟ اكزامينيشن لنفس الكلام ده. هعمل عندها اقيس مين؟ اقيس الضغط. ناو احط دماغي على البطن لاحسن تكون حامل. عارف من ضمن الاسباب عندي ان اشهر سبب للاورجانيك بليدنج هو الفايبرويد،
احط الدم وافحص ادور على مين عندي على الفبرول. انا عارف لما راح ادور على ايه، ولو ما لقيتش الحاجات دي عندي بطلبها عن طريق مين عندي؟ انفستيجيشنز. انا لسه ما استمتعتش، انا لسه ما قلتلكش ان الهيستوري ده بيتحط على ايتمز اسمها بيرسونال هيستوري كومبلي. فانا ممكن اسال بهبل، اسال على اي سؤال لوحده، انما السؤال بالذكاء ان كل ده يتحط تحت بوتقه معينه اسمها بيرسونال هيستوري كومبلي هيستوري بريزنت ايلنس باست هيستوري. يعني مثلا لو انا عارف ان الولد لو محطوط في الرحم ممكن يعمل بليدنج، ده مكانه انهي حته في الهيستوري؟ لا انت ما تعرفش، ده في جزء اسمه كل ريسبتيف هيستوري. لو انا خايف ان هي تكون حامل ولا بيعمل بليدنج، ده مكانه في انهي حته في الهيستوري؟ هسمه اوبستاتيك هيستوري. انا لسه ما اعرفش الكلام ده خالص. طب انا لو هعمل اكزامينشن، لا انت ما تعرفش الاكزامينشن بتاع الست الجنرال ابدومينال اند لوكال، لسه ما تعرفش حاجه خالص. لسه ما تعرفش ان كل الانفستيجيشن عندي في النساء طوعتها كده في البدايه وحطيتها تحت عنوان الفا لاب، اشهر معمل فيك يا بلد. اصل الفا لاب ده الدور الاول، الدور الثاني عارف اسمه الفا ايه؟ الفا سكان، والدور الثالث اسمه الفا ايه؟ الفا سكوب، والدور الاخير اسمه الفا ايه؟ الفا بايوبسي. ولو رحت من هنا للصين ورجعت لي مش هتكتشف ان كل الانفستيجيشن في العالم حاجه من اربعه، يا اما لاب، يا اما سكان، يا اما سكوب، يا اما بايوبسي. يعني ايه سكوب؟ اندوسكوبي. اندوسكوبي يعني ايه بايوبسي؟ بتاخد سمير، بتاخد عينه. برافو عليك. كل الكلام ده ما قلتوش، ماشي يا دكتور؟ يعني شابتر البليدنج ده انت لسه ما خلصتوش، لا في اسسمنت. طب تعملنا على هيئه ايه؟ لقيت امتحان باذن الله. لازم تبقى مذاكر الاول. زي الاسسمنت بتاع الامريكان، هعمله بعد حصتين. هقول لك بس انا بيت تقريبا 24 ساعه، تمام؟ هقول لك ان في امتحان، انا في اسسمنت واشوف انت اخبارك ايه، واشوف تقدر تكمل معايا ولا انت لا، انت مش قد كده. تمام. ولسه بليدنج، كل ده انا كنت بتكلم على بليدنج في حته واحده بس اسمه بليدنج مين؟ شايب بليدنج. ده لسه في بليدنج اسمه بريبيوبرتال، ده مش عارف اسمه كيوريتي، ده انا عارف اسمها بيكوشيس كيوريتي. ده في لسه بليدنج اسمه بوست منوبوزال، شوف الكلمه دي خدها من لساني وما تضيعهاش ابدا. اني بوست منوبوزال، عارف يعني بوست منوبوزال دي واحده صغيره ولا كبيره؟ طب كبيره من جهه ضاره ولا لا؟ طب اما الرحم بتاعي ينزل عليه الدم اخاف يكون في خلايا غريبه، اخاف يكون في ايه؟ سرطان. اني بوست منوبوزال بليدنج از كونسيدرد نقط 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 انتل بروفد اذر وايز كانسر اندوميتريوم. هقول لك كده شويه حاجات بتلمع عندي. طب وانت امتى هتقول البوست منوبوزال بليدنج وده دماغه مين؟ مع الكانسر اندوميتريوم ده هو ده السؤال بتاعه عشان اعرفك الاسئله النظري بتيجي ازاي والاس كيو بيجي ازاي. طب يا دكتور محمد انت رايح تعمل ايه النهارده؟ هخش لك في الامريه على طول. طب والبليدنج؟ انا مكتفي بس بالادويه اللي عرفناها علشان نوقف الديسفانكشنال تران بليدنج، انا مكتفي بس. طب يا دكتور والبريبي بارتال يا واد اصبر، والبوست منوبوزال يا واد اصبر. انا دكتور ما تذاكرش حاجه، اياك تذاكر الحاجه اللي ما قلتهاش غير لما اقول. اياك تذاكر الحاجه اللي ما قلتهاش غير الحاجات اللي بقول لك اقراها لان ما عنديش وقت اقولها وغالبا هتبقى حاجات تافهه. طب والاسسمنت بتاع دكتور انت اتكلمت فيه كتير، يا ابني ده مش عادي، ده انا لازم اطلعك حافظ كل كلمه باذن الله على الوجه على الامتحان. اصبر، عايز ادخلك في الامنوريه. بسم الله الرحمن الرحيم، استعان بالله الشكر. بس انا لما اخش حضرتك عندي في الامنوريه لازم اطمن ان ولادي هم ولادي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدي كده عندي من اول احمد مرورا بالصف كده زجزاج، كل واحد فيكم يا احمد لغايه الاخر يقول لي عندي ايه علاج عندي العيال اللي عندها ديسفانكشن ترامبي. بالترتيب جاي لي ماما 42 سنه بتقول لي عندي فيلم جوزها في ليه؟ فلاه مالي عند ماما دي ممكن يكون السبب ايه؟ يا عم قعدت اكلمها من الصبح وحطها في مسلسل راسها وطلبت لها انفستيجيشن ب 1500 جنيه ما طلعش عندها حاجه. احمد وات از يور موست بروفيشنال دايجنوزز؟ ديسفانكشنال يوتراين بليدنج. ما شاء الله. بعدين وانا قولي لي ايه اول علاج تديه لواحده عندها بليدنج؟ حديد. شكرا. علشان الانيميا اللي بعد ايه؟ عبد الرحمن. قول لي بقى، طب انا عايز داوي بجد يا دكتور، ما انا عارف ان الحديد هو هيعالج الانيميا، عايز داوي بجد. لا يا اخويا هرمونات، لا يا اخويا انا ما باخدش الهرمونات يا اخويا، الكيمياء سرطان. تمام. اديني كيمياء. انتي بروستاجلاندين. ايه الانتي بروستاجلاندين؟ يعني ضد الباسا ريترو ولا ضد الباسا ريترو؟ ضد الاثنين ما شاء الله عليك. اللي بعده علي، قول لي هدي ايه بعد كده عندي؟ هدي ترانكزامك اسيد، هدي انتي فايبريموليتك، احاول احافظ على مين؟ على الترومبس اللي اتكونت. الو دكتور محمد، انت دكتور فاشل ليه بس كده يا اختي؟ انت مشيت على كل الادويه بتاعتك دي وما عملتش اي حاجه، طب اديني بقى هرمونات. ها؟ يس برافو عليك. حد في الريجسترون 14 يوم؟ لا.
فيها ال 21 يوم. بس هو البروجستيرون دي انا ما اعرفش اخدها ازاي، في حاجه عندي متظبطه في السوق على 21 اورس. مين يا سمير؟ اورال كونتراسيبتيف بيل يا دكتور. اورال كونتراسيبتيف بيل ده فيه استروجين وبروجسترون، لا دي كلها بروجسترون دوميننت. هتعرف كده لما ناخد درس الكونتراسيبشن. برافو عليك. طب دكتور انا مستفيد لما انا اخدت سي او سي هتنظم لي الدوره وفي نفس الوقت هتعمل لي كونتراسيبشن، بس انا في درس الكونتراسيبشن عرفت ان الهرمونات فوق 40 سنه وحشة، وانا بقول لك عندي 42 سنة يا اخويا، ما ينفعش حضرتك تمنعني الحمل باسلوب اخر. لو قلت عندي عبد الله تبقى جامد. لولب في بروجسترون بس، اسمه ايه هذا اللولب؟ اسمه رينا، ما شاء الله. يا اخويا جربت الكلام ده كتير ولا حاجة نفع في البلد. ايه العلاج اللي عندك حضرتك؟ عندي تعالى حضرتك، لو عندي مناخيري بتنزف اعمل ايه؟ انزف حمام افرادين. اعمل ايه؟ مناخيركتومي. يا سلام يا سلام يا سلام، ده أول حاجة بعمل إيه؟ اندوميتريال ابليشن. ولو غلط حماري في الآخر بعمل إيه عندي؟ استريكت. وتفاجئ إن ست الخيسة اللي جاية تشتكي دي أصلاً اللي عندها 41 سنة متطلقة ومتجوزة حديثاً وجاية بتشتكي بسبب الديسفانكشن في الهايبرتراكتيف فيدر اوفيريان اكسس. أعمل لها فيلينج بس دي مش مشكلتها، مش مشكلتها إن أعمل لها أنوفيليشن. الست عايزة تخلف، الدواء اقوى حد في البلد، اقوى دواء السيس يا ولاد، كلوروفين سيتريت سي سي كلوميد. ما شاء الله. الكلوميد ده استروجين ولا انتي استروجين؟ انتي استروجين يطلع مين من فوق؟ هلا شوف بس شوف يا صاحبي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى في الشبت الجميل معكوس ايه؟ معكوس البليدنج الامبريم. وايه الاخبار بقى بعون الله؟ اخبار بعون الله ان هنعرف حكايته ايه؟ طب والاسسمنت بتاعه؟ الاسسمنت بتاع الريدنج والامنوريه هسيبهولك على هيئه الامتحان، واقول لك قبليها ب 24 ساعه عشان اديك فرصه، قبليها 6 ساعات عشان اديك فرصه تاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. امنوريه امنوريه صح الكلام ده؟ صح ده عندي كلام في الدرس؟ لا دي عاوز فلوس قبل الدرس 53 يس 53 كويس قوي ماشي. يلا دكتور اتكلمنا على امنوريه السمح. انا لا يمكن اكلمك على الابنورمال غير ما اقول لك ايه اول النورمال. What is meant by amenorrhea؟ قال يعني لا، ومين قلنا هو النور في القمر؟ وريا يعني ديشارج. لا الديشارج بينزل شهريا على الستات، فهو الديشارج الدموي ده اللي هو البلاد ده بينزل اصلا ازاي؟ اتضح بقى من القواعد الرهيبه اللي احنا اخذناها ان في سيستم قوي جدا، هتعرف السيستم القوي جدا ده اسمه ايه؟ اسمه الهايبوثالامك بيتيوتري اوفيريان ايه؟ اكسس. السلام عليك يا راجل. تمام؟ اتضح ان في الاول لازم يكون في حاجه اسمها مين؟ هايبوثالامس. تشغل مين عندي؟ بيتيوتري. تشغل مين عندي؟ اوفري. والاوفري دي تطلع مين؟ هرمونات. والهرمونات دي تخلي بطنه الرحم مالها؟ تخينه. وما الهرمونات دي تقع في بطنه الرحم عندي مالها؟ تنزل. وساعتها عند الدورة ممكن تنزل، بس على شرط ان يكون حضرتك عندي الفاجينا از اوبن. ما تقلقش يا دكتور، ما هو الهايمن عند كل البنات، اكيد هذا الهايمن عندي مقفول تماما ولا في فتحه؟ بس احيانا ما بيبقاش في فتحه، بيسموه انفيرتد هايمن. سبحان الله. ماشي يا دكتور محمد. اذا لو عشان تجيب دوره للست عندي محتاج نمره واحد مين يشتغل؟ هايبوثالامس. يشغل مين؟ بيتيوتري. يشغل مين؟ اوفري. يشغل مين؟ يوترس. ينزل منه مين؟ دم. بس على شرط ان يكون الاوت فلو عندي اكبرها ايه؟ عندي انتر. اتعرف بالمنظر ده بمنتهى البساطه ان جاست فراكشن اوف سكند لو واحده جت بتقول لي انا الدوره مش نازله اكيد العيب فين؟ بيقول لي مجال. والله العيب ممكن يكون فين؟ اسلوب من فوق الهايبوثالامس ولا مش شغال؟ ثواني. او ممكن يكون الهايبوثالامس شغال بس العيب من ايه؟ شغال. ثواني. ابو سلمى بتقول شغالين بس العيب من ايه؟ من الاوفري. بس استنى. ابو سلمى بتقول الاوفريان اكسس كلهم كويسين بس العيب عندي من ايه؟ من اليوترس. ولا في مشكله؟ ثواني. ده عندي الهايبوثالامس والبيتيوتري والاوفري واليوترس زي الفل بس العيب من ايه؟ من الفاجاين. هي اللي فيه عندي نوع من انواع الاوت فلو، عندي اوبن ولا اوت فلو اوبستراكشن؟ اوت فلو تراكت عندي مين حضرتك؟ عندي اوبستراكشن. يا بالبساطه دي يا دكتور تمت لنا الاسباب كلها؟ يس. طب ويا دكتور يا ترى مين اللي يكون بوظ عندي الهايبوثالاموس؟ مين اللي يكون بوظ البيتيوتري؟ مين يكون بوظ الاوفر؟ مين يكون بوظ اليوترس؟ امراض
أي أمراض يا دكتور؟ والله أنا اتعلمت في سنة ثالثة ما بقولش حاجة. أما يغلب حماري أروح أحضرك حدد الأمراض في عندي أربع مرتبات، حتى عارفهم يكون جنب. أو ممكن تبقى تروماتي، أو ممكن يبقى إنفلاماتي، أو ممكن يبقى نيوكلاس، وما يغلب حماري أسمائي عندي مثل دينيس. ما شاء الله. يعني ممكن يا دكتور محمد يجي في آخر السنة والأسئلة النظري تبقى كده؟ discuss hypothalamic causes of amenorrhea. ولو قال لي discuss hypothalamic causes of amenorrhea همشي بالايه؟ بالطول. او discuss pituitary causes of amenorrhea، اكيد في اسباب congenital او traumatic او inflammatory. او discuss ovarian causes of amenorrhea. او discuss عندي حضرتك uterine causes of amenorrhea. discuss cause out of cleft obstruction of amenorrhea. ما شاء الله. لا استنى، خد بقى المعلومة اللي هتقوي ايمانك عند الله جامد قوي. ايه المعلومة دي؟ ان اللي عندي انعدام بالدورة للستات بينقسم حضرتك عندي نوعين، حاجة اسمها primary وحاجة اسمها ايه؟ secondary. يعني ايه دكتور primary amenorrhea؟ primary amenorrhea يعني انا عمري ما جالي ايه اصلا؟ ما جالي الدورة اصلا. طب secondary amenorrhea بقى يعني ايه؟ يعني كانت بتجيلي وبعدين ايه؟ بتبط، عطلت. سكنت امنوريا لبيت عندها 32 سنة. وإيه اللي حصل لها؟ بعد ما انت تدور شغال أخبار إيه عندها؟ وقفت. برايمري امنوريا البنت اتولدت ودخلت في البيوبرتي 12 سنة و14 سنة وما شافتش أصلا مين؟ الدورة. طب لو إحنا ابتدينا نفهم دايما يعني إيه برايمري وسكنري، ممكن أسألك سؤال مبالغ، انفيرتيليتي. من البرايمري ومن السكنري؟ يعني إيه برايمري إيه انفيرتيليتي؟ طب إيه السكنري انفيرتيليتي؟ انا خدمت عمر وعبد الرحمن وبعد كده بطلت اجيب ايه؟ قلت له بطلت اجيب عيال. برافو عليك. فبرايمري امنوريا اللي عمرها ما جالها الدوره اصلا. سكن امنوريا اللي جالها وبعدين بقى ايه عندي؟ بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انتوا عيال بجد اشقياء زي السمعه اللي طالعه فيكم، وعيال جامده كده ما شاء الله. حد يقدر يقول من ضمن اللوحه دي كلها ما هي اسباب البرايمري امنوريا؟ فاهم الامر ايه؟ هي الامراض جالها مين؟ جالها الدوره، يعني انا دخلت حضرتك عندي في سن البيوبرتي والدوره جت ولا ما جاتش؟ ما جاتش، عارف ليه؟ اكيد الاسباب كلها اقوارد ولا كونجنتال؟ يعني ايه يا دكتور محمد كونجنتال؟ يعني حضرتك يا ده انت جاي بتسحبق علينا الصبح يا دكتور محمد، ده انت مقسم الورقه عندك تقسيمه غريبه. صحيح. وايه التقسيمه الغريبه دي؟ والله انا ممكن امشي في سكتين في اخر السنه في النظري وبقابلني. طب عرفت تربط الكلام ده من الكتاب عندك؟ مستحيل. ايه السكتين دول؟ ديسكاس هايبوثلاميك امنوريا، بيتيوتري امنوريا، اوفيريان امنوريا، يوتراين امنوريا، افتر اوبستراكشن فيجيتو امنوريا. ادي سؤال. طب اديني السؤال الثاني. ديسكاس برايمر امنوريا وديسكاس سكندر امنوريا. برايمر امنوريا همشي بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض. هجمع كل الاسباب الايه؟ كونجنت. سكندري امنوريا همشي بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض. هقول كل الاسباب اللي عندي اكوايرد. ده البنت كانت كويسه وجالها تروما. تروما فين؟ تروما في الهيبوثالاموس، تروما في البيتيوتري، تروما في الاوفري، تروما في اليوترس. ده البنت كويسه وجالها ايه؟ انفلاميشن. هنشوف. الله. ده اتطرح ان درس الامنوريا ده عباره عن ايه عندي؟ عباره عن حاجه واحده بس، حد عارفها؟ نص الاسباب. اهو ده اللي انا بقوله لك لما تيجي عيانه وتيجي تخش لك السلام عليكم ورحمه الله، اشكر انت عندك ايه؟ عندي امنوريا. هي دي اللي اسمها الشفات، هي دي اللي اسمها العملي. اياك حد يسرح بيك ويقول لك ان في حاجه اسمها في الناس اسمها عملي لوحدها. العملي هو عباره عن مين؟ عن نظري. معقول اقول لك شيل الامنوريا بدون ما انت عارف عندي اسباب الامنوريا؟ ده انت حضرتك تخش عيانه تقول لي عندي امنوريا، قول لي بقى هتعمل ايه؟ برافو عليك، هتروح عامل كده زي براد بيت، تمام، وهتعمل ايه؟ وعينك الشمال انا فاتح يا ابن الذين يا دكتور انا فاتح هايبوثلاميك كوز، بيتيوتري كوز، اوفيريان كوز، يوتراين كوز، اوتراين كوز، هبتدي اعمل ايه عندي؟ هبتدي اعمل اسسمنت. عارف انتوا كلكم يعني ايه اسسمنت؟ اسسمنت يعني ثلاث حاجات. واحد تاخد من العيانه ايه؟ هيستوري، ولو ما عرفتش حاجه اثنين تمد ايدك عليها وتعمل ايه؟ اكزامينشن، وثلاثه ما عرفتش حاجه اخر حاجه تعمل ايه عندي؟ انفستيجيشن. بس انا هسال على ايه وهفحص ايه واعمل انفستيجيشن على ايه؟ ما انا عارف انا ايه لازم ابقى عارف الامراض علشان ايه عليها؟ اسال عليها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا دكتور خش في التفاصيل. عشان اخش لك في التفاصيل لازم اعرفك اسرار السيستم ده بالتفاصيل.
انت يا دكتور طفحتنا اسرار ده لسه في اسرار اكتر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مين اول حاجه لازم تشتغل من فوق؟ هايبوثالامس. هايبوثالامس ده عباره عن ايه؟ هايبوثالامس ده عباره عن مش المنطقه دي. اتضح ان كل دي عباره عن ميه. هل عارف الميه في المخ اسمها ايه؟ اتضح ان هي دي حضرتك الميه بتاعت المخ عندي. ده حاجه حضرتك اسمها ذا ثيرد فنتريكل. ولا يهمني الكلام ده حاجه خالص. طب فين الهايبوثالامس؟ الهايبوثالامس هو الول بتاعه، هو البيز بتاعه. طب فين يا دكتور النيوكليوني بتاعت الهايبوثالامس اللي بتطلع الريليزنج هرمون؟ هي مجرد تكنيك موجود بالمنظر ده زي ما انت شايف. خلايا صغيره ولا كبيره؟ خلايا صغيره جدا. بيقول لي خلايا صغيره بجد عشان بتطلع كميات نسيتو جبل الكلب، نسيتو السنو ستورنر السنو ايه؟ هو تقريبا السنو ستورنر، تمام؟ نسيت حضرتك عندي ان انا الباشا الكبير بيتكلم كتير ولا يقمر في الرفاع؟ بيتكلم ان ايه؟ بلسز. فعشان كده محتاج حضرتك عندي نيوكليان كبيره ولا صغيره؟ نيوكليان صغيره. تعالى يا دكتور محمد شوف اول معلومه. اتاري امبريولوجيكالي حضرتك عندي هذه النيوكلياي وانا جوه بطن امي ما كانتش موجوده هنا. امال كانت موجوده فين؟ في المناخير زي ما انت شايف. فاكرين السنه اللي فاتت في الدي ان اي دي؟ فاكرين حاجه اسمها الاثمويتال بليت؟ اتاري بقى ان هم اوريجينالي بيبقوا موجودين عندي في الاثمويتال بليت. الله، يعني يا دكتور موجودين هنا في القصر؟ اه، جنب البلبز عندي بتاعت الشم اللي اسمها ايه عندي؟ في الفاكتوري بلبز. طب وايه الاخبار يا دكتور محمد؟ وبعدين عندي بترجع عندي النيوكليوي تهاجر لورا، بترجع عندي النيوكليوي تهاجر لورا لغايه ما توصل عندي الاوريجن بتاعها للبليس بتاعها. دكتور محمد ايه اهميه الموضوع ده؟ اهميه الموضوع ده ان سبحان الله في كونجنتال انومالي في الهايبوثالامس اللي هندرسها مع بعض دلوقتي. سندروم اسمه كالمان سندروم. وفجأة هتكتشف حضرتك عندي اللي عندهم كالمان سندروم ده ده كونجنتال انومالي في الهايبوثالامس. النيوكليات بتاعته مش موجوده، يعني ما عرفش يشغل ده ويشغل ده ويشغل ده. السيستم قافل من فوق. فالعيانه بتعاني من ايه؟ انيوريا برايمري ولا سكندري؟ برايمري انيوريا. وهتتفاجئ ان كتاب الاسم ايه ده؟ وكمان معانا انوزميا. اموت واعرف الست دي ما بتشمش ليه؟ عشان اوريجنالي حضرتك النيوكليات بتاعتي كانت جايه مع الاولفاكتوري بالبس، مع الاثمويدال بليت. فلما بيبقى في كونجنتال ايرور بيضرب واحد ولا بيضرب الاثنين؟ بيضرب الاثنين. المعلومه دي انا قريت حالا من كتاب الاسم وتقرا تحت عنوان هايبوثالامس نمبر 1 كونجنتال ريف سندروم كولد كالمان سندروم انس كاركترايز باي انوزميا نمبر 1 بتعدي عليك مرور الايه؟ الكرون. نمرة 2 اما تيجي في الام سي كيو هتفتكرها ولا لا؟ لا يمكن. كالمان سندروم كاركترايز باي اول ذا فولوينج. ولا تعرف بلايندنس دافنس. مين اللي هيفتكر انوزميا غير ان احنا بنشمش غير واحد عارف الرسمه دي وعارف ان دي العلاقه عند القويه؟ مين هيفتكر حاجه زي كده غير المعلم بالاثر عليه في الورق قصه الانوزميا زي ما نحكي دلوقتي حالا؟ ماشي يا دكتور محمد ابتديت افهمك شويه. ده انت شكلك من النورمال هتبتدي تخش لنا فين عندي؟ في الاسنان. خد دي. طب وبعد يا دكتور اما هذه النيوكليوي تهاجر عندي عند الهايبوثالامس كده وتسيب الكونفكتري بالبس عندي في ناحيتها، ايه الاخبار؟ ايه المطلوب منها؟ والله الهايبوثالامس بيقول لك عندي ده رئيس الجمهوريه بيطلع جونادوتروفين ريليز هرمون ام ايه؟ المايوت بالسز. ليها فالس فريكونسي كده ومعدل كل 60 ل 90 دقيقه ايه؟ فالس. عامل ايه يا دكتور ده؟ عامل تحكم مركزي. يعني ايه تحكم مركزي؟ شويه صغيرين دول هيطلعوا من البيتيوتر شويه ايه؟ اكتر. شويه الاكتر صغيرين الدروفين دول هيطلعوا ايه عندي حضرتك من الاوبري؟ سبسسترويز عندي اخبارهم ايه؟ اكتر واكتر واكتر. هل بيفكروني في ايه؟ فكروني بالرب كده حضرتك وانا جاي بالعربيه بسم الله الرحمن الرحيم ليكم وجاي الصبح كده وبسمع اذاعه القران الكريم. بجيب الاول كورس تيون يروح قايل لي 98. الكورس تيون هو ده. بعد كده بجيب الفاين تيون يقول لي 98.2. اقول له اه هي دي اذاعه القران الكريم وهو ده الصوت الجميل بتاع الشيخ بتاعي اللي انا عايزه ايه ينزلني. الهايبوثالامس هي الفاين تيون الحاجه اللي بتظبط الدنيا كلها. شوية حاجات بسيطة
تنزل عندي جبل بعد كده انحياز يمين سنة شمال سنة يعمل ايه السيستم؟ يلخبط السيستم لانك فايل 98 و2 من 10 اذا القران الكريم. طب 98 و3 من 10 صوت بيخرج، 98 و1 من 10 صوت بيخرج. بيتر تقول يا دكتور بيتر يقول لك كارثه عند البنات. ان هذا الهيبوثالامس موجود فين بعون الله؟ في المخ. طب واخباره ايه ده هو موجود في المخ؟ بيتاثر باي ايه على الدماغ؟ اي ستريس على الدماغ. يعني ايه يا دكتور محمد اي ستريس على الدماغ؟ يعني لو البنت دي عندها حضرتك ستريس بتاع الثانويه العامه ممكن تفاجئ ان ايه اللي حصل لها؟ انوريزم. لو البنت دي جايين عريس بسم الله ما شاء الله ومحترم ودقن وبتاع بس عامله الاشاره دي قلت لها يا بابا ما تقولش يا بابا بسم الله ما شاء الله زي الفل مش عارف اقول لك لا يا بابا في قلق اليومين دول عليهم بعد ما الدنيا تهدى نبقى نرجع لهم تاني تمام؟ وهي تبقى عايزه عريس وابوها لا او هي تبقى ده في ناس بتنبهر او زي الاستريس حضرتك بتاع ام مثلا ابنها سافر العراق وحصل حرب لعندي في العراق ورجع لها ايه عندي في كفن ستريس. اي ستريس جامد متغيب على المخ يقفش على الهايبوثالامس ده ويبرمط البلس جنريتور اللي عمال يدي كل 90 دقيقه وما يمشيش السيستم ويجيب لي مين؟ قالوا له ريف. مش تسمع واحده ست يقول لك انا جالي السكر، جالك السكر امتى؟ وتقول لك ما جوزي مات. في بقى عند حضرتك جالها امينوريه، جالها امينوريه ايه؟ اما ما جابتش مجموعة الثانوية العامة تمام؟ ففي عندك طب يلا فيكم موت بقى وكلنا فاهمين المعلومة إن الاستريس ممكن يعمل إيه؟ يلخبط الدورة. قول لي بقى الاستريس هتحط تحت أنهي نوع من الحاجات دي؟ أبسوس يوترس وبن يوترس ستريس أبسوس مين؟ طب كونجنتال ولا توماتيك؟ المثل من الكلاسيك برافو عليك برافو عليك برافو عليك ستريس ستريس. ومن اشهر عندي حضرتك عندي انواع الاسترس الضغط الرهيب اللي عمله الدكتور فريد شوقي على استاذ دكتوره كريم مختار. فاكرين الفيلم بتاع يا رب ولد؟ يا نهار اسود اللي اداله ورقه وقف بعد كده بطوله سميره غانم احمد رافع لا بتهزر وحد وكرامي ما شاء الله. طب احمد رافع كان اسمه ايه؟ عيسوي 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 اه الا الحد الاسيوطي بعد الدرس يبقى نكمل الفيلم مع بعض. حمل استرس عليها رهيب كان عندها كام بنت؟ ثلاث بنات. طب اسميهم ايه؟ دلال عبد العزيز واسعاد يونس احمد السلام عليهم الشكل وكان نفسه ان هي تحمل ايه؟ ولد ولد يا رب ولد يا رب ولد يا رب ولد. من كتر الاسترس جمع حضرتك ايه؟ امن ورين جمع امن ورين. وايه اللي حصل؟ راحت للدكتور والدكتور عند المتخلف شخصها ان هي ايه؟ حامل. ده فريد شوقي ده واحد دي بوكس السر واخر الفيلم قال له ما تشتغل بعيد بقى يا وطلع ان هو حد ايه؟ حد ايه؟ كاذب. حد عارف حد كاذب ده اسمه بالانجليزي؟ سودو سايسس. سودو سايسس. طب يا ربي السودو سايسس دي اتحط فين؟ الامنوريه بتاعت الحد الكاذب اتحط فين؟ اوفري ولا بتيوتري ولا؟ انفصلت تحت انواع ايه عندي؟ ستريس. وقفت تحت سودو سايسس كلام مختار بس حد يزعلني ماشي؟ برافو عليك. ده انت بقى بتصيح بقى معاك انت بتحط كل حاجه في مكانها ما شاء الله عليك. ماشي يا ريس يلا كمل معايا. طب وبعدين؟ وهذا الهايبوثالامس اخبار ايه؟ عايز ينزل حضرتك عندي على البيتيوتري جلاند. شفت ليه رسمت الحته دي؟ اتاري البيتيوتري جلاند ليها كام لون؟ اثنين لون واحد ايه واحد ايه؟ واحد انتيريور روم واحد عندي بوستيريور روم. الاثنين محطوطين في سله قويه جدا من العظم، حد عارف السله دي اسمها ايه؟ اسمها سله تورسيكا، سله تورسيكا. حد عارف السله تورسيكا دي؟ ايه الاخبار؟ والله يا دكتور بيقول لك ان هي مقفوله من هنا بممبرين. حد عارف الممبرين ده اسمه ايه؟ اسمه ديافراجما سله. اسمه ممبرين تورسيكا. انت فاكر ده اسم الدور نسويه؟ مقفولة عندي ممبرين عندي وخلاص تمام. اسمه ديافراجما سيلا ممبرين دورسيكا مش فاهمة. عايز حد فيكم دماغه بيلمع يقول لربنا سبحانه وتعالى ليه حضرتك حط هنا الممبرين ده؟ يا ترى انا خايف من ايه فوقية لا يقع عليا ويعمل بريشر اتروفي. سي اس اف ما شاء الله عليك انت منطقي يا ولد. خايف من السي اس اف ده فرحت اعمل لك ايه؟ رحت اعمل لك ممبرين. قوم ايه اللي حصل حضرتك عندي؟ قوم حضرتك في السنه اللي فاتت في الاي ام تي اخذنا عمليات اسمها هايبو ايه عندي؟ هايبوفازكتومي. عارف حضرتك عندي
لو انت عندي تمام وجيت حضرتك وعملت ايه في الجندر بلاند وجيت حضرتك حبشت فيها جامد واكلت فيها جامد وعملت هايبوزيكيمي جامد عارف حضرتك هذا الممبرين ايه اللي يحصل فيه؟ هتلاقي ان الميه فوقيه كتير فايه اللي يحصل؟ يلد اللي تحت يلد اللي تحت والميه كلها تبقى هنا ويعمل ايه على التيوتري؟ فشل اتروفي لدرجه انك تيجي تاخد صوره تعمل سيت سكان تفاجئ ان السله فيها حاجه ولا امتي؟ اللي يقول لي السندروم ده اسمه ايه؟ يبقى جامد. اسمه ايه يا دكتور محمد؟ اسمه ده امتي سله سندروم. ايه ده؟ ببساطه كده اسمه ده امتي سله سندروم. برافو عليك لان بقت فاضيه. جامد فيكم موت يقول لي الكلام ده حصل امتى؟ ما بتذاكروش ولا تقعد على التلفزيون. لو كنت تتفرج على الرساله زمان كنت هتشوف استاذ دكتور حسين فهمي وهو داخل يعمل عمليه ومحمود عبد العزيز قال له ما تنزلش جامد في الترنوب. ايه الترنوب ده؟ الانتيريور جروب. ايه يا ولاد؟ كل ده بيفشل. انتيريور جروب مش الترنوب لانه لو هبش جامد في الترنوب الممبرين ده هيعمل ايه؟ هيروح مريح لتحت وضغط عليه ويعمل بنشر اتروفي. نيجي ناخد لقطه كده سيت سكان نلاقي السله تورسكا از امتي. اسمه ده امتي ايه؟ ما تفكروا بقى الاسنان دي ايه؟ احنا بنغرب؟ لا احنا الفنانين بنتعذب يا ولاد. تمام؟ تعالى كده ده الفيلم. طب الفيلم ده كان اسمه ايه؟ ولا العار؟ ولا كيف؟ بس كلهم نفس المؤلف محمود ابو زيد كلهم نفس المخرج علاء عبد الخالق. الكلام ده كله بيتسرق في الشباب، معلش يا دكتور محمد، بس انا ابتدي افهم بقى ربنا عمل فيا كده ليه؟ انا مش غبي علشان انا لازم افهمك الدنيا جايه ازاي؟ العسلولة بتاع الموضوع جاي ازاي؟ ده لازم يبقى في ممبرين، معلش انا لازم يبقى في عندي ممبرين مانع الميه دي ينزل، ات از منطقي، طب استنى، خد دي المنطقي ده اكتر الريزن هرمون اللي من فوق ده هيجي يشغل البيتيوتري جلاند ازاي وانت عملت فاصل؟ لازم يكون في هنا ايه عندي؟ وعاء دموي. لازم يبقى مهلات. لازم يكون في دوره دمويه مخصوصه تقابل ما عندي رجلي من الباب للباب. عارف الدوره دي اسمها ايه اللي من الباب للباب؟ اسمها الدوره الباليه اللي انت بتسميها ايه؟ بورتال سيركليشن. بورتال يعني دوار اصلا. فبورت يعني حامل، حد بيشيل. فالبورتر يعني حتى مش مهم. فالبورتر يعني حتى اللي حضرتك عامل بيه شيء اسمها الدوره الباليه. حضرتك الدوره الباليه دي كان اسمها ايه؟ زي ايه؟ هايبوتالاميك هايبوفيزيال بورتر سيركليشن. بتقدم عندي حضرتك وبقول طب ايه فايدتها؟ الكولابي بروفيل ريليس هرمون من فوق لمين عندي؟ لتحت عشان حضرتك الهرمونات اللي تحت اخبارها ايه عندي؟ تشتغل. وقدام شويه في المنهج هقول لك ان عندي الهرمونات اللي موجوده محطوطه عندي في ثلاث الوان. اللي بياخد اللون الازرق اسمه ده بيزوفيل. اللي بياخد اللون الاحمر اسمه ده اسيدوفيل. اللي عنده فوبيا من الالوان. اللي عنده فوبيا من الكرومو ومش واخد اي لون عم يقول لي اسم الخلايا ايه بجيبه؟ اسمها كروموفوب. كروموفوب طبعا عليك. فتفاجئ ان عندي ثلاث رصات عام بس كل الخلايا دي منتظره ان مين اللي يشغل رئيس الوزراء؟ رئيس الجمهوريه. ينزل لها كلها مين؟ ريليز الهرمون. برافو عليك. واقول لك عليهم دلوقتي حالات مين ومين ومين وكل واحد بيطلع ايه؟ الازرق اسمه ايه يا رجاله؟ بيزوفيل. الاحمر اسمه ايه يا ولادي؟ اسيدوفيل. واللي مش واخد اللون اسمه ايه عندي؟ كروموفوب. برافو عليك. طب يا دكتور محمد والناس دي كلها بينزل لها ايه من فوق عندي؟ بينزل لها حضرتك عندي بورتال سيركليشن، هايبوثلاميك هايبوزيال بورتال سيركليشن. ده العرق ده الفرع ده بيسموه ستارك، اسمه بيتيوتري ستارك، ستارك اس تي اي ال كي، تمام؟ كان تلاقي مكتوب كتير جدا، بيتيوتري ستارك بالمنظر ده. عارف ان عندي مصيبه زائده بالمنظر ده. غده البيتيوتري جلاند من كتر ما هي مهيمنه ومسيطره على كل الجسم، مش كده اسمها الغده الايه؟ بكلمه السيطره المايسترو. فتعلم في شويه ان ربنا لما جه يخلق الكون اي حاجه مهمه في جسم الانسان مهمه جدا غيبان لازم تتحط في قفص من العظم، في قفص من الحديد للحمايه. مخ مهم يا ولاد؟ حطه في عظم. طب صدرك وقلبك مهم مين؟ حطهم في عظم. طيب ابنك مهم؟ اه
طب ابنك مهم عندي طول التسعة اشهر ولا انت ممكن تسكت يا دكتور عبد العزيز؟ ابنك مهم عندي اعمل لي قانون صباع الشمال تمام؟ ابني عندي فترة تكوين الجنين تاني فترة؟ أول ثلاث شهور. عشان كده ابن بيفضل عندي موجود في عظمه الحوض أول ثلاث شهور، بعد الشهر الثالث بيقلب إيه؟ مش بيقلب أبدًا، سبحان الله. ليه يا دكتور ربنا عامل كده؟ عشان هو أهم حاجة في حياته أول ثلاث شهور، سبحان الله. طب الغدة دي مهمة جدًا، حطها في مين؟ في سلة من العظم. طب دي ميزة ولا عيب؟ دايمًا بقول لكم يا أولاد ميزة ولا عيب؟ ترد عليا وتقولوا لي ميزة وعيب. إيه الميزة؟ أنت حاميها. طب إيه العيب؟ العيب؟ انت قفشت عليها من جميع النواحي وما جالهاش الا نقط 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 بلاد سبلاي اللي يقول يبقى جامد. سنجل بلاد سبلاي. جامد من السنجل بلاد سبلاي؟ من فوق. هذه الدوره ايه حضرتك عندي؟ البلديه. طب دي ايه مشكلتها؟ اللي يقول يبقى جامد. انت ماشي عندي على القدر، ماشي عندي على الحافه. لو حصل لي هيمورش في اي وقت البيتيوتري جلاند من اسهل الاعضاء اللي في الجسم اللي ممكن يحصل لها. فركش. ليه من اسهل الاعضاء اللي الجسم ممكن يحصل لها انفكشن؟ لان مش جايلها غير مين؟ سنجل بلاد سبلاي. برافو عليك. حد يسمع عن سندروم اسمه شيهان سندروم؟ لا استنى، سمعته فين ده ان شاء الله؟ لا ماليش دعوه بس انا فاهم يعني. لا انا عارف، حد عارف يعني ايه شيهان سندروم؟ شيهان سندروم يعني كان هايبوبيتيوتوريزم. البيتيوتوري اتضربت. عارف اشهر سبب من البيتيوتري تتضرب ده ايه؟ نزيف ما بعد الولاده. واستفدت منه سبحان الله. وساعتها افهمك ليه؟ افهمك عندي اما الست بتبقى حامل. طب خد دي. الست الحامل البيتيوتري جلاند بيفضل حجمها زي ما هو ولا بيتضاعف؟ الشور بيتضاعف، عارف ليه؟ لان ولاد النمو ده عنده طلبات عند امه. ماما كنت انا بفكر عايز اقول حاضر يا حبيب قلبي هطلع لك عندي الجروث هرمون. ماما كنت انت عامله حسابك بعد ما تولد؟ ماما انت محضره الدراسه بتاعك علشان الرضاعه؟ حاضر يا حبيب قلبي هطلع لك عندي برولاكتين. ماما يا ريالة يا ابني. نبى ماما الله يكرمك شويه بس كده تجاوز كده يشد الميتابوليزم بتاعك. حاضر يا حبيبي هطلع لك عندي شويه تي اس اتش. ماما ولا مفيش حاجه اسمها بابا خالص انا كل حاجه عليا. نبى ماما شويه كورتيكوستيرويدز عايزين بري. ماما والنبي انت فين يا ولد؟ ماما انت مش شايفاني يا ماما انا غلاب. والنبي اديني اللون الله يكرمك اديني اللون. ها اسمه ايه ده؟ ميلانوسايت ستيمولينج عندي هرمون. الله ده الواد منتج على امه بشكل غريب. ده البيتيوتري جلاند هرمونز كلها في الحبل ايه؟ يزيد. انت عارف حجم البيتيوتري جلاند في الحبل عندي بيزيد من 2 ل 4 اضعاف اوف ذا اكسبانس اوف ذا سيمبل سبلاي. بتزيد من 2 ل 4 اضعاف لكن ما زال عندك سنجل بلاد سبلاي. اي مين ان انت مش بس اكتفيت ان عندك شويه دم ده انت كمان كبرت الحجم جدا. سهل جدا لو جالي نزيف ايه اللي يحصل؟ فرش. كبرت الحجم جدا عندي في الحمل فلو جالي نزيف ما بعد الولاده سهل جدا ايه اللي يحصل عندي حضرتك؟ ان حضرتك يحصل لي انفرشن في البيتيوتري. اسمه ايه السندروم ده بقى بتاعك؟ اسمه شيهان سندروم. بيت انت بتخلص؟ لا مش بخلص، انا لازم اخلص بروقان. انا بشرح لك بس الاول. ماشي يا دكتور، تاني من الاول الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم، نقطه من اول الصدر. احفظ معايا. الهايبوثالاموس النيوكليوي بتاعته اوريجينالي جت منين؟ من المناخير، من الفويدال بليت. ان كونجنكشن مع مين؟ اولفاكتوري بلد. ورجعوا هجروا لورا عندي. لو الهجره دي حصل فيها مشكله هيبقى في كونجنتال ابسنس لهذه النيوكليوي. مش بس هتعمل برايمري امنوريا دي هتعمل كمان مين؟ انوسميا. وهنسمي هذا السندروم ايه؟ كان مان. قربوا للاكول عشان المناخير جنب بقي افتكرني دايما. كان مان قربوا للاكول ما شاء الله. طب هذه النيوكليوي بعد وهذه النيوكليوي عندي حضرتك بعد لما حضرتك تصل منها تطلع ايه؟ ونترم الميزر هرمون الفالسس. هذا الفالسس حساس اكتب جنبيه حساس الجيل او مكتوب حساس يا دكتور ما شاء الله في الورقه اللي عنده. عشان كده سهل جدا يتاثر بقالي ايه عندي؟ ستريس ما شاء الله. وزي الستريس احمال يا ولية هتيجي الواد يا ولية ما عندك ثلاث بنات زي الفل. طب مين ثلاث بنات دول شرعا يدخلوا مامتهم مين؟ وبنتين وبنت. ايه الولد يا اخي؟ في الاخر ولد عندي علشان اجيب له شقه بنص مليون واجوزه؟ لو هم ثلاث بنات يجي لهم هرسمه ثلاث بنات جمال. ماشي يا دكتور.
وهذا الفانس هينزل ازاي من هايبوتلامك هايبوفيزيا تراك. طب قلت له هينزل بسيط البلاس افطاري بفرجاري انفاركشن سندروم اسمه ايه؟ شهاد. طب هذا عندي الاستراكشر ده فوقية مية لازم احميد ممبرين، افرض عندي هباش ده عندي في التورنوك عندي السي اس اف ده يقع حضرتك عندي بيحصل لي سندروم اسمه ايه؟ انتي سيل. او انتوا كده بتفهموا معايا شويه بشويه. طب كمل يا دكتور وبعدين يا دكتور والله يقول لك بقى ان البيتيوتري جلاند بتتقسم عندي حضرتك عندي لثلاثه لوبس اللي هقضي الانتيريور لوب والسيري لوب والانتيريور لوب ثلاث الوان اللي باللون الازرق اسمه ايه؟ بيزوفيل. باللون الاحمر اسمه ايه؟ اسيدوفيل. اللي مش واخد لون اسمه ايه؟ كروموفيل. احفظ حاجه واحده بس الاسيدوفيل بتطلع حاجتين، بتطلع عندي الجروث هرمون والبرولاكتين. الجروث هرمون والبرولاكتين والباقي كله بيطلع منين؟ البيزوفيل. مين الباقي كله يا دكتور محمد؟ التي اس اتش الثايرويد ستيميليتنج هرمون، كورتيزون ستيميليتنج هرمون، الادرينال ستيميليتنج هرمون. لا فاضل واحد، فاضل اهم واحد، فاضل بتاعنا اسمه ايه؟ جونادوتروفين هرمون. برافو عليك. الجونادوتروفين الشخصيه الثايرويد ستيميليتنج هرمون، كورتيزون هرمون، الادرينال ستيميليتنج هرمون، كل الباقي بيطلع منين؟ من الازرق. احفظ حاجه واحده بس، احفظ حضرتك عندي ان الاسيدوفيل بتطلع مين؟ جروث هرمون وايه؟ برولاكتين. امال ايه الكروموفوز دي يا دكتور اللي مش واخدين لون؟ والله ما حدش عارف لغايه دلوقتي. ايامي انا لما كنت بدرس سنه 90 كان يقول لك ان الكروموفوز دول اسمهم توتي بوتنت سيلز. حد عارف يعني توتي بوتنت؟ كاست سيلز مستريحين، اي حد يموت احنا ساعتين نطلع منهم شغلانته. توتي بوتنت مالتي بوتنشالي، بوتنت جايه من بوتنشال. تمام؟ ليه يا دكتور؟ لان انت مالكش غير سنجل بلاد سبلاي. الف حمد وشكر ليك يا رب. اللي خليك لي خلايا جاهزه ان تعمل عندي اي حاجه، يعني سهل جدا يجي لي انفاركشن. عارف حديثا بقى واد قال لك عندي ان حضرتك عندي الكروموفوم دي هي اللي بتطلع مين فعلا؟ البرولاكتين. حديثا قال لك البرولاكتين ما بيطلعش من اسيدوفيل، بيطلع منين حضرتك عندي؟ من الكروموفوم، من الكروموفوم. طب عايز توصلنا لايه يا دكتور محمد؟ عايز اوصلك ليالين معلومه. هذا السيستم الرائع اللي موجود عندي حضرتك له عدوين عايزين يبهدلوني. خير يا دكتور، مين العدوين دول؟ العدو عندي اللي على يساري والعدو عندي اللي على يميني. مين يا دكتور؟ العدو اللي على يساري هو البرولاكتين والعدو اللي على يميني هو مين؟ الاندروجين. دول انا بسميهم اعداء الست. الاندروجين والبرولاكتين. العدو الحقيقي للست هو عدو المرأة رشدي خلاص. اندروجين. طب والعدو الثاني هو مين؟ برولاكتين. طب فهمنا يا دكتور؟ اندروجين شور، الاندروجين عكس الاستروجين، فالشور ده عدو. طب والبرولاكتين ليه عدو يا دكتور محمد؟ ربنا ما بيخليش البرولاكتين يطلع من هذه الغده الخاميه لوقت معين، بيقول يبقى عدو. وقت الرضاعه. طب وساعتها عدو ايه؟ عدو السيستم كله. ده يدمر الهايبوثالاموس، ويدمر البيتيوتري، ويدمر عندي الاوفيوليشن، ويدمر حتى لو طلعت سكس ستيرويد اسمه بروجستيرون رايحين يشتغل على اليوترس يعمل حاجه اسمها اندو اورجن ريزيستنس يخليهم عندي ما يسمعوش، يدمر كل السيستم ده. بده ايه؟ ربنا الخالق الاعظم بده ان الست اللي بترضع ما يحصلهاش تبويض، ما ينزلش عليها دوره. اللي يقول لي ايه؟ يبقى باي ديفولت هو انسان بيفهم وحساس ولطيف. عشان حرام يبقى في بيبي بيمص من اللبن من فوق واحنا في بيبي تاني يمص من دم من جوه، حرام. عشان كده تلاقي ان العجين اللي بيرضعوا بيحملوا بسهوله ولا صعب؟ عشان كده تفاجئ ان نوع من انواع الكونتراسبشن اسمه ايه؟ الرضاعه. حاجه اسمها لاكتيشن. برافو عليك. ممكن تعمل لي كونتراسبشن بس مش قويه قوي زي ما اقول لك يعني. طب وليه عندي بيدمر الرحم وما بينزلش عندي دم؟ عشان حرام ان الست بيستهلك منتقاتها وبيسحب من لبنها من فوق، حرام كمان تاكل شويه مين؟ دم كل شهر. عليهم مقدار قد ايه الدم اللي بينزل كل شهر؟ 30 ل 50 سي سي، ما شاء الله. عشان كده البرولاكتين ده عدو ولا حبيب؟ عدو. ما يطلعش غير في وقت معين، وقت ايه؟ وقت الرضاعه، وطول الوقت معمول عليك من فوق. مين الحاجه الوحيده اللي معمول عليها نيجاتيف انيبيشن من فوق؟ برولاكتين. كل اللي بيطلع من هنا بيجي لهم بس ريليزنج هرمون ما عدا حاجه واحده بس، مين؟ برولاكتين. وطبعا الحصه اللي فاتت قلتوا مين عندي البرولاكتين انهبيتور فاكتور، كلكم قلتوا ما شاء الله. مين عندي؟ الدوبامين. الدوبامين
ممكن أسألك سؤال سريع تمام؟ لو اديت السؤال خميس برضه، لو اديت واحدة أنتي دوبامينرجيك دراك هتردها ولا يجي لها أمل ريه؟ اديت واحدة أنتي دوبامينرجيك يبقى مين اللي هيعمل؟ برولاكتين، يبقى يجي لها شبوتين، لو تقول اسمه ايه يبقى جالك أمل ريه. أنت عارف حضرتك إن دي من أشهر الحاجات اللي بتعمل أمل ريه للبنات وهم مش دريانين؟ يا دكتور كمية الأدوية الأنتي دوبامينرجيك، وتفاجئ ان كل الادويه الانتي دوبامينرجيك لما ندرسها ان شاء الله كلها بعض على كلمه انتي، انتي سايكوتيك، انتي ايميتيك، انتي هايبرتنسر. هتفاجئ ان كل الادويه اللي بتعمل بتعلي البرولاكتين فبالتالي تعمل امريه كلها انتي. طب الكلام ده يا دكتور فين؟ ثانويه عامه. طب البنت فاهم ازاي في ثانويه عامه تلاقي نفسها 100 عام ياخد دواء مشهور قوي اسمه موتيريوم بريمبلان. طب ودي البروبلم دول انتي دوبامينرجيك. طب البنت غريبه الدوره وما هيش مريانه ليه؟ لا وشويه بتتجنن، يا بابا ضغط عليا ضغط يا ابني خدها للدكتور. ودي قد ايه؟ سايكوتيك انتي ديبرسنت. يا بابا بابا انا جالي الضغط. ودي قد ايه؟ هايبرتنسر. تخش عندي في الامتحان حضرتك عندي وتجيب كل ده مصلحه للعبد اللي داخل العياده. تجي لحضرتك عندي هتفضل بيه يا دكتوريه وانا مريان في نفس الوقت. برافو عليك. الله ده يظهر في ادويه هتعمل ايه عندي؟ ده ينفع الامنوريه دي تبقى ياتروجينيك. يعني ايه ياتروجينيك؟ انا اللي عملت انا اللي جايبه. برافو عليك. طيب والله العظيم كده هنروح نشوف هذا السيستم له عدوين. مين العدوين؟ البرولاكتين والاندروجين. يبقى لازم العدوين دايما يبقى اندر كونتينوس ايه؟ انهبيشن. بس دي صعبه قوي. مين اللي هيخلي البرولاكتين اندر كونتينوس انهبيشن؟ دوبامين. طيب والاندروجين يا ترى مين اللي بيلم حضرتك في الجسم علشان ما يجيش كده حضرتك عندي شكلنا بس ايه؟ الليبر. عارف الليبر بيطلع حاجه اسمها ايه؟ تساس هرمون دايتنج جلوبلين. حاسس ان عندك حته في كده. انت عارف ان ده بالنسبه للست كارثه. لو السكس هرمون دايتنج جلوبلين قل مين هيزيد؟ الاستيرون هيزيد. طب ولو جالها بقى التستوستيرون زايد مش بس هيحصل لها امنوريا، هيحصل لها امنوريا وبرشيز. حالا هوصلك ان اشهر ثلاث اسباب عندي حضرتك للامنوريا هم مين؟ بي سي او، هايبر جلوتينيميا، هايبر اندروجينيز. حالا وساعتها اقول لك يعني ايه بي سي او. ده درس ممتع قوي الدرس الجاي. مين اللي بيعمل جلاكتوريا؟ تحفه. مين اللي بيعمل عندي هرشيتيز؟ احد حرف. تمام؟ وكل دول مهمين عندي هنا بالمنظر ده. ماشي يا دكتور محمد؟ والله كويس اللي انت بتقوله ده. يبقى حضرتك عندي ان السيستم ده هايبوثالاموس بيشغل البيتيوتري. كل اللي بيهمني من السيستم ده حاجه واحده بس. لما يطلع من هنا جوناديتروفين ايز هرمون ينزل على البيتيوتري وتشغل جوناديتروفين، وجوناديتروفين يجي على الاوفر ويشغلوها. حد فاكر يا ولاد الافس اتش كان بيعمل ايه؟ كان بيكبر الفوليكل. ليه بيكبر الفولكل يا دكتور محمد؟ عشان يطلع مين؟ استروجين. طب الاستروجين بيطلع ليه؟ عشان يعمل بروليفيرت اندوميتريوم. ولغايه لما الاستروجين يوصل ده العنيف، حد عارف كان كام؟ لمده 50 ساعه متصله. ساعتها بيطلع انذر جوناديتروفين. حد عرفت اسمه ايه؟ قال لي استروج. ساعتها بيطلع انذر ستراكشر اسمه ايه؟ كوربس لوتيل. حد عارف بيعيش كام يوم؟ وال 14 يوم كان بيطلع هرمون اسمه ايه؟ بروجستيرون. وهذا البروجستيرون المفروض يعمل في ايه؟ سكريتوري اندوميتريوم. طيب بنهايه ال 14 يوم لو مفيش حمل، عارف يعني مفيش حمل؟ مفيش هرمون اسمه هيومن كوريونيك جونادوتروفين كوربس لوتيل. هيعيش ولا هيموت؟ هيموت. وبموته مين اللي قال؟ تيسيوم بروجستيرون. وساعتها ينزل على الست مين؟ الدوره. بس على شرط ان ما يكونش فيه اي اوت فلو دراكت ايه؟ وهكذا تجيل الدوره النورمال للست. ازاي تجيل الدوره النورمال للست؟ انا عايز هايبوثالامس كويس، يشغل بيوتري كويس، يشغل كوبري كويس، يشغل يوترس كويس، ينزل الدم كويس، ان ابسنس اوف ايه عندي؟ اوت فلو تراك حضرتك عندي اوبستراكشن. يلا بقى نتكلم، بس يلا بقى قبل ما نتكلم هقول لك حاجه اخيره. كل السيستم ده بيشتغل على حاجه واحده بس. اللي شايفها يبقى جامد. بيشتغل على مين؟ على حنفيه. عايز ارسم حنفيه بس غلطت مني. تمام؟ على حنفيه. وكلمه السر عندي يا حضرتك ان طول ما الهرمونات عاليه حنفيه مقفوله. وحضرتك لما هدي الهرمونات بتقل حنفيه بتفتح.
وعلى فكرة كل السنة بتاعتي عبارة عن ايه؟ الحرفية اللي فاتحة عايزة تفتح، والحرفية اللي قافلة عايزة تفتح. خلت جاينا كلها وحياة الظهر تبس لمصرين فيها وجد اقول لكم فيها كده الكورس اللي انت قررت بقيت المعنى وتعالى لك حصتين فيهم مصرين بستفك وانا كقرم ده بقى خايدي السنة الجيدة تاني بقول نفس الكلام كل مرة. طب اصلا تقول لي ايه يا دكتور؟ اصلا اقول لك ان الليلة كلها عبارة عن هرمونز، الليلة كلها عبارة عن ستيرويدز. يعني ايه ستيرويدز يا دكتور؟ مين الملك بتاع الستيرويد؟ مين الملكيول الكبيرة؟ اسمها ايه؟ كوليسترول. كم كربون اتوم؟ 27. تتحولت لمين؟ بروجستيرون. كم كربون اتوم؟ 21. تحولت لمين؟ اندروجين. كم كربون اتوم؟ 19. تحولت لمين؟ استروجين. كم كربون اتوم؟ 18. عايز تقول يا دكتور؟ رسم لك في الورق اللي عندك ان سهل جدا هذا السيستم عندي اللي فيه ستيرويدز اتلخبط بحاجتين. اول حاجه علشان البنت تطلع عندي شويه هرمونات الاستروجين والهرمونات بتوعها دول، خد الكلمه دي من بوقي واعقلها، لازم تبقى مربربه شويه. اللي يقول ايه بقى جامد؟ اللي يقول ايه بقى جامد؟ علشان لازم يكون في فات. علشان مين؟ كوليسترول. عشان كده سبحان الله الفرق ان في حاجه عندي اسمها the critical body weight and the critical body fat. يعني يا دكتور محمد لو الستات خسوا جامد مفاجاه اكتر من 20% من جسمهم ما عادش هيبقى في مين عندي؟ فات. فما عادش هيبقى في مين؟ كوليسترول. فالهرمونات دي مش شغاله بتعمل ريت. عارف الحكايه دي هتلاقيها فين؟ هتلاقيها حضرتك عندي بما ان احنا النهارده فاتحين التلفزيون بسم الله ما شاء الله في امينه شبايه في دريم 1 بتعلم البنات ازاي يعملوا دايت. اللي طلع كده بسم الله ما شاء الله الدراعات ايه؟ عاملين كده ما شاء الله وفي بتاع كده حمالات كده مش فاهم اي حاجه خالص وتعقد البنات في عيشتهم وتطلع كده حاجه مش بتلاقي اي ملامح خالص. فالبنت من دول تبقى عايزه تعمل دايت وهي المثل الاعلى في حياتها مين؟ عندك حضرتك امينه شلبايه او منى رغميس او مهنا رغميس او علي ارنب اي حد من عيلتها خالص. فتفضل تخس وماسك لها الباميه والرز واللحم. لا يا ماما مش هاكل. يا بنت اتجننت في نفخ. حد يسمع حاجه اسمها انوريكسيا نيرفوزا؟ انوريكسيا نيرفوزا. انا فاكر حضرتك من 5 سنين ان اوبرا وينفري في الاكل واضح ان انا طبعا مش عارف حاجه يعني. اوبرا وينفري في الاكل فور كانت جايبه اختين من استراليا توأم الاثنين كده جلد على اظهر مفيش خالص لحم على رقبة الاثنين ماتوا على فكره للاسف بعد حد تمام يعني ماتوا بعدين خلاص. المهم الاثنين كان عندهم مين؟ انوريكسيا نيرفوزا من كتر ايه حضرتك عندي؟ من كتر الخساسان الفظيع اللي بيتقابل هنا. فكنت محمد هي تحطها تحت اي اسباب؟ هتلاقي بقى ان بعد هذا الكلام هتتفاجئ ان في اسباب اخرى. ايه الاسباب الاخرى دي؟ واحد اي جنرال ديبريتيتنج ديزيز. انا سميت اسباب الجنرال. اسباب ايه يا دكتور الجنرال؟ واحد اي جنرال ديبريتيتنج ديزيز. يعني ايه جنرال ديبريتيتنج؟ ايه اشهر جنرال ديبريتيتنج ديزيز خلت الانسان مسلول؟ مسلول. مسلول ايه؟ تي في. وممكن فعلا ما شاء الله عليكم دايبيتيز ميتس تايب 2 ولا 3؟ تايب 1 اسمها تايب 3 تايب 1. برافو عليك. جنرال ديبريتيتنج ديزيز وده بيشتغل ازاي؟ عن طريق الخساسات. طب كمل يا دكتور. وشايف هذا السيستم عندي الجميل بتاع الهرمونات؟ انا عندي حضرتك مشكلتين. غير ايه المشكلتين؟ انا خايف من اي دراجز مش هرمونات وممكن اي دراجز تاثر عليا. ان كل الدراجز ايه بقى؟ ايه الدراجز اللي بتعمل امبريدج؟ سبحان الله وحياه ربنا انا لسه ما شرحت بس ما بقاش هحكي الكلام ده كله بقى تاني. بس ايه الاخبار عندي؟ انا عايزك حضرتك تقول من دماغك من الفظايع اللي احنا عملناها في حصيله الوزن الفسيولوجي ايه الدواء الادويه اللي ممكن تعمل امبريدج؟ واحد تعالى اطلع من فوق. انا مش كده بنات روح من جنس الهرمون بس اللي هي عندي كونتينوس ما شاء الله. هو في دكتور عميد يدي واحده ست بنات روح من جنس الهرمون كونتينوس مانر يس علشان اعالجها من مجموعه كامله من الامراض اسمها مجموعه امراض الهايبر ايه؟ استروجينيه. لو انت في استروجين كتير استروجين الاندروميترم هيتخن ويحصل له نوع من انواع الهايبر ليزيا.
لو فضلت الاستروجينات شغاله الاندوميتريوم هيبتدي النيوكلاي بتاعته تبقى اتيبيكال ويقلب الاندوميتريوم كارسينوما. لو في ضغط عليا جامد اقعد يا واد هنا جوه الرحم وزي اقعد يا واد امسك الورقتين وزي يابا يابا ما تضغطش عليا يابا هطفش يابا هسيبك واطفش وادب من تحت يابا هسيبك يطفش ويابا وادب واتجع من الانابيب. المرضين دول اسمه فين؟ طب واتجع من الانابيب في بطانه الرحم ده حتى اسمه بالعربي بطانه الرحم المهاجره اسمه بطانه الرحم المهاجره اللي هاجرت راحت البرتغال بوليفوندريتروس. يا رب في هايبر استروجينيميا احسن ادخل واعمل ورقه فيها سام ايه؟ طب انا بدي جي ار اتش ليهم علشان ده علاج ليهم جي ار اتش بروتين اسمها الحياه اللي عندي. طب استنى انزل تحت هبابه او اي ادويه تعمل ايه في البرولاكتين؟ تعليم. طب امال ايه الادويه اللي بتقلل البرولاكتين؟ طب كل الادويه دي انتي دوبامينرجيك يعمل ايه؟ دوبامينرجيك يعمل ايه؟ هذه دومينرجيك يعني كاركتورين أمنورين دومينرجيك يعاك ده تقارب دلوقتي حالا ان اشهر سبب في البيتيوتري يعمل أمنورين نيوبلاستيك ان البيتيوتري جلاند يجي لها ايه؟ عندي أدينوما اسمها حاجة اسمها كروموفوم أدينوما. يا دكتور المفروض يبقى اسمها اسكوفيل أدينوما. بص عليك يا واد ده حديثا اكتشفوا ان البرولاكتين بيطلع منين؟ كروموفوم. ده كل الاسرار هتعرفها دلوقتي. امشي معايا جوناد الدوبامين ريليزنج هرمون كونتينوس مانر او اي ادويه بتعلم مين؟ برولاكت عدو الاول او اي ادويه بتعلم مين؟ انا في ادويه يا دكتور عندي ده اشهر ادويه في العالم اسمها حضرتك الولاد بياخدوها انا بقول لك استرويدز امينو ويضرب بسم الله ما شاء الله بس انا فاتح قبل كده بس مش مصح فجاه بس النهارده بسم الله ما شاء الله الولاد اللي في 6 مانس بقى مش عارف ايه وبتاع ايه ده حضرتك انا بقول لك استرويدز. أنا فاكر حضرتك واحدة كانت بتلعب أيامية تنس كان اسمها مارتينو نوفراتيلوفا. ده لو شفت قبل بقى حضرتك ليميسا ويليامز وسيرين ويليامز دي وضع لعبة تمام ماشي دي كانت عضلات مارتينو نوفراتيلوفا دي ذكر واكتشف أنا بقولك سترويز مارتينو بقى ما جت العيادة في عين الشمس كان بيشتكي من كلينيك ولا أمنوريال أندروجين سنتيك أندروجين انزل معايا البروجسترون ممكن يعمل أندروجين وحياة الله قلتها امبارح لو اديته كونتينوس ده دي الطريقة اللي إن شاء الله أروح حج بيها يوم المساء يا رب اكتبها لنا يا رب من غير ما ينزل عليا الضغط أنا النهارده لقيت البروجسترون على طول أو أنا النهارده لقيت عندي سيلسيا ولا أنت أو أنت عندي سيلسيا على طول استنى ده في حرمة تتكلم عضل كل ثلاث اشهر اسمها حرمه منع الحمل حد عارفها؟ ديبو بروجسترون اسمها دي مشهوره قوي حرمه مخزنه انا عارف الحرمه المخزنه الديبو اللي بتتكلم عضل دي اساسا بتتاخد ليه؟ عشان بعد 14 يوم تعمل ايه في الاندوميتريوم؟ اتروفي قوم الست ما ايه؟ ما تحملش بس الست دي هتجي لي بعد ثلاث اشهر بسبب الفرق اللي بيقول عليه ده جامد الحق دكتور جالي امنوريه الحق جالي امنوريه يا دكتور احنا انت يظهر مخلي البروجسترون يشتغل لفتره طويله الله طب ما تخلص يا دكتور وتقول ان في عندك نوع تاني من اسباب الامنوريه اسمه ياتروجينيك ديوبامين تراكس طب كمل يا دكتور واخر حاجه في الهيراركي ده اخر حاجه في السيستم ده ايه اللي انت بتتكلم عليه اخر حاجه في السيستم ده ان حضرتك الست عباره عن ايه بالنسبه لي عباره عن هرمونات يعني وجهه نظر دكتور موسى وجهه نظر متعفنه يعني وجهه نظر انا الست دايما عباره عن هرمونات ونفسها تقلب ان هي تبقى مين؟ حامل وجهه نظر عادي يستلم يضرب عليها رصاص طب وزير الهرمونات بيتحكم فيها كم غده؟ ثلاث غدد اساسيه حد عارف مين الثلاث غدد الاساسيه؟ هايبوثلاميك بيتيوتري وفيريان اكس هذه الثلاث غدد الاساسيه والانثويه بتحكم فيها ثلاث غدد مهمين جدا في الجسم مين اللي موجود في الرقبه يا اولاد؟ ومين اللي موجود فوق الكلى يا ولاد؟ السوبرينال والبنكرياس كمان الانسولين. اهم ثلاث غدد في الجسم. اخبارهم ايه حضرتك عن ايه؟ بيلعبوا بيأثروا على الميتابوليزم بتاع السكس ستيرويد دي كلها. طب انت بتقول يا دكتور محمد؟ بدي اقول ان اي لاعب فين او فين او فين؟ الثايرويد او السوبرينال او البنكرياس هيعمل امنيوريه. ازاي يا دكتور؟ هاو كمز؟ تأكدنا ليه في الحته دي عن طريق ان هم بيأثروا على الميتابوليزم والسكس ستيرويدز.
احترق دلوقتي معايا شويه بشويه، وكل كوم من الغده الدرقيه دي كوم. انت عارف حضرتك الهايبوثايرويديزم منتشر في مصر قد ايه؟ حد عارف المعلومه دي؟ هايبوثايرويديزم بشراهه، بس الهايبوثايرويديزم ما تلاقوش كده واضح، بيسموه سب كلينيكال، محدش دريان بيه. ايه الدكتور ده عمرنا ما سمعت عنه؟ اقول لك على اعراضه ايه؟ تفاجئ يا اختي بالسب كلينيكال هايبوثايرويديزم دي وانت قاعده في الحصه، ان بعد مرور ساعه وخمس دقائق الاستعاره ابتدى يجي. وتفاجئ بعد ساعه ونص الجنين بتروح، وعلى اخر ربع ساعه احنا ابتدينا نفهم كده. ونروح حضرتك كلية فتقول لي لا انا كسلانه مش قادر مش هاخد تاكسي، في توقفي تاكسي تقول لي طب احمد على اليمين خلينا اروح احسن، تروح تيجي تفتح الورق وتنام اكتر، تيجي تقول حضرتك عندي تلاقي التليفون اشتغل، تيجي حضرتك تتغدى تلاقي نفسك كونت ونمت تاني، وتشربي فنجان قهوه دبل زياده اللي بيخلينا ايه؟ ننام اكتر واكتر. يلا يا ولاد الهايبوثايرويديزم نادر ولا منتشر؟ كلنا هايبوثايرويديزم، كلنا هايبوثايرويديزم. يلا يا ولاد بنت تقول يا دكتور محمد، بنت اقول لك ان في جنرالي دور على اندوكراينولوجيكال، ايه عندي؟ اندوكراينولوجيكال كوزز. دور حضرتك عندي على امراض اندوكراينولوجي، دور على امراض اندوكراينولوجي. برافو عليك. يا ريت لما حد يوضح ايه؟ وفين المنطق؟ I'm
ولا يوم سيرجي ولا كاردو جيت، حاجات اللي بتكسب ده بس على كام سنة؟ 45 سنة. هتفضل فقير 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 على 45 سنة نازلة في الشارع بيعدي مليون جنيه كفاية كده ضرب فلوس ده انا هنحرف. ليه سرب على كافيه مش قهوة؟ ليه اشرب تفاح في السلوم؟ يلا بصراحة عليك تعالى بعد كل هذا الفلوس شوية على فكرة بس كده بقى سهل الاختراع كلها والحاجات كلها يلا نقرا من الورق لما نقرا من النظر بعد ما عرفت كل اسرار صح كده قلنا بسم الله الرحمن الرحيم صح كده 53 بسم الله الرحمن الرحيم انا اللي هي از ابسنس اوف فير عندي از ابسنس اوف حضرتك ديسكلوجي وبيقول لك سعادتك ان هي متقسمه حاجتين شايف يا اما برايمري يا اما مين عندي يا اما سكندري صح 53 يا معايا حضرتك في الورقه اللي اسمه هنحفظ منه صفحه صفحه ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم أمريا سيزيشن اور ابسنس اوف كوليستروشن برافو عليك وهذه سيزيشن اور ابسنس اوف كوليستروشن متقسمه حاجتين يا اما برايمري يا اما مين سكندري حتى دلوقتي عرفنا انها بتعمل ايه برايمري أمريا الدات أمريا عندي الدات في ميل و هاف نيفر عندي المنسس هاف اوكيرد بيفور المنسس ديدنت اوكيرد بيفور من بداية حياتها وما فيش دورة ويقسموه حضرتك حاجتين ويقول لك ايه يا اما عندي البنت اقلق عليها عند 14 سنة يا اما اقلق عليها عند 16 سنة يعني ايه الكلام ده؟ يعني تيجي فجأة مراتي وتقول لي تلحق يا سعد السلام البنت بسم الله ما شاء الله تبنت وخلقت البنات خلقها لكن لسه لغاية دلوقتي ما جالهاش ايه؟ ما جالهاش منسز ما جالهاش دورة هل يا ترى انا بدخل العيانة في الفيلم بتاعي واحاول ادور على الاسباب عند 14 سنة ولا 16 سنة؟ على حسب على حسب ايه يا دكتور محمد؟ لو ما عنديش بشاير يبقى عند 14 سنة لو عندي بشاير بصبر ل 16 سنة اساسا يعني ايه بشاير؟ هل عرفنا ان هي بشاير؟ يعني في براس ديفلوبمنت يعني في اكزيلري هير يعني في بيوبيك هير ده انا في شابتر قبل دول على فكرة لما تلاقيني ماشي بالمنظر ده بالمنظر ده 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 هتكتشف اني فوتت شابتر في الاول اسمه بيوبرتي منوبوز وساعتها لما اقول لك البيوبرتال تشينجز اللي بتحصل هتكتشف ان اول حاجه بتحصل على البنت ان مين اللي يكبروا؟ البراست وساعتها تعرف ان اسمها فيلار كي وتاني حاجه بتحصل هي مين عند حضرتك؟ الاكزيلر والبيوبيك هير نتيجه لشويه اندروجينز بيتنشطوا حضرتك من السوبرا رينال جلاند وساعتها تعرف من الادرينال جلاند اسمها ادرينال كي ادرينارك واخر حاجه تحصل هي نزول المنسز اللي احنا بنسميها ايه؟ مينار كي او مينار برافو عليك فتعرف في ار كي وعندي ادرينال كي جاي من الادرينال جاي من الاندروجين واخر حاجه اسمها ايه عندي؟ اخر حاجه اسمها مينار كي اللي هي المنسز مينار كي دي جايه من مارش مينارش يعني ايه مارش؟ يعني تمشي يعني الدوره ابتدت تيجي وتمشي عند البنت ده بسم الله برافو عليك فعشان كده نزول الدوره عند البنت هو اول حدث ولا اخر حدث؟ اخر حدث طبعا تيز فيري انا الاول لازم قبل العماره واعمل في مناي كنترول واطلع عندي بلاست وازيل بيو كير العماره جاهزه خلاص انا عايز بقى تسخن بقى عايز عريس ادي اخر اشاره ان هي جاهزه ايه اخر اشاره؟ نزول الدم انما لو الدم كان نزل اول هيجي لها عريس وهي لسه ما بقتش انثى ما بقتش تقدر تستحمل الحمل والبلوين تمام؟ هي اخر عندي ايه؟ علامه عشان كده لو جت مراته وقالت لي الحق يا دي عبد السلام البنت عندها 14 سنه ولسه ما جالهاش دوره لا بس بسم الله ما شاء الله البنت عندها براست وعندها اكزيلر هير وفيو كير امتى دي بقى يبقى اسمها برايمري امري عند 14 ولا عند 16؟ عند 16 عندي بشاير اصبر لعند 16 سنه ما عنديش بشاير لا عند 14 سنه يجي لي عيانه في العياده وحضرتك واحده ست وجايبه معاها بنتها وجايبها لها عند 14 سنة وتقول لي بنتي دي عندها أمنوريا لا عندها كرسة تقول 14 قول لها الأمراية دي عندها أمنوريا بسم الله ما شاء الله تقول فرحية بتتحرك ازاي وبتتعادي ازاي تقول بس بوري هاتل 16 وفجأة الاقي أم حضرتك جايبة معاها بنت كده حاجة مش باينة خالص كده سكوتة خالص عارف البنت السوكة الهبلة اللي كانت محكلها على اسمك انا مش عارف ايه كده تمام البنت السوكة الهبلة دي تمام ماشي
ايه كده بس دي بقى يبقى امتى يتقال عليها؟ عند 14 سنة without secondary sexual character. اصبر 16 سنة with secondary sexual character. خلاص سهل قوي عرفنا بس عشان امسكيو ولاد ولاد لازم انتوا الحمد لله تبقوا شباب متميزين. طب والسكندري امنوريه؟ انت قول عند البنت سكندري امنوريه حاجه من اثنين ومش كاتبين عندكم حاجه واحده بس. يا اما البنت تغيبها الدوره 6 شهور يا اما ان البنت تغيبها السايكل 3 سايكلز زودها دي لو سمحت. 3 سايكلز او 6 شهور بس انا دايما ماشي مع كتاب الاسم رغم انه دخلت على نت وعيت فيسبوك يقول لك يا دي يا دي. امتى 3 سايكلز؟ لو الدوره ريجولار منتظمه. امتى عندي اسم امنوريه؟ لو انا 6 شهور حضرتك لو الدوره الريجولار. يعني ايه يا دكتور محمد؟ انا اختك كده في الله عادي وبعدين حضرتك عندي الدوره بتجي منتظمه وبعدين الدوره بتجي منتظمه قطعتني السايكل دي والسايكل دي والسايكل دي يكفيني كم سايكل واقول عليها ان انا عندي امنوريه؟ 3 سايكلز. طب افرض بقى ان انا دورتي اوريدي ملخبطه زي البنات اللي هتعرف بكره ان شاء الله انا عندهم بوليسيستيك كوفري تكلس عن ابيض. امتى اقول ان عندها امنوريه؟ يعني اوريدي لما الدوره بتجي لي كل شهر ونص شهرين يا اخويا ما انا عارفه كده الدنيا منخدمه اصلا شهر ونص عند 6 شهور يا ماما. لو الدوره عندك مش منتظمه يبقى عند 6 شهور. لو الدوره منتظمه يبقى عند 3 شهور بس كتاب الاسم مش كاتبها مش عارف ليه بس ليه الحته الثانيه هيقولها لك يعني هتشوف سبحان الله التضامن انا لها بقى باذن الله. حد يقول لي بقى ايه الحكمه الالهيه ان احنا نحتسب عند الله ان الامنوريه بعد مرور 3 سايكلز اللي يقول يبقى اشهر سبب للامنوريه ايه في العالم؟ مين من دول؟ بص عليه الحمل. اشهر سبب للامنوريه في العالم مش باثولوجيكال يا ولاد امال ايه عندي؟ فيسيولوجيكال. ما تنساش ان الامنوريه دي ممكن تبقى ايه او ممكن تبقى ايه؟ فيسيولوجيكال او باثولوجيكال. اشهر سبب عندي في العالم هو ايه عندي؟ البريجنس. عشان كده طب خد السؤال ده ايه اول خبر تعمله لما اي واحده ست جايه لك بامنوريه؟ كده سميت كده اسيش اختبار حق اول حاجه تجيب الدم وبعدين دايما حاجه. عارف زمان بقى ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا بيشخصوا الحق بالالترا ساوند ولا بالبيتا اسيش؟ ليه؟ اما الست بطنها تبان انت بطن الست تبان يا ولد. ليه قلت لي البيبي اول 3 اشهر في العظم؟ فاكرين اي عضو مهم؟ لازم يبقى فصحى من جسم فوق، شفت المنهج ازاي مترابط ببعض جدا؟ وامتى البطن بتبان عند الست؟ بعد مرور كام شهر؟ بعد مرور 3 شهور. عشان كده جت الحكمه الالهيه ما اقولش على واحده عندها امبريه الا بعد مرور اخبار ايه حضرتك عندي 3 سايكلز، برافو عليك، بعد مرور عندي 3 سايكلز، انتوا كده ما شاء الله عليك. ماشي يا دكتور محمد. طب ويزيد او 6 شهور انت بتجملي الرجل. طب ويزيد الامنوريه في لفظين مكتوبين عندك عشان كده انا ساعات بقدس كتاب الاسم عندهم ده من احترام. كاتب ايه؟ كاتب حاجه اسمها هايبومنوريه كاتب حاجه اسمها اوليجومنوريه. حضرتك عن ايه هايبو؟ دم خفيف. بدل ما قاعده عندي 3 4 5 ايام قاعده ايه؟ يوم ومين؟ هو يوم واحد شويه ستينز كده بسيطه خالص مسح كده على الـ على الـ على السانيتري باد خلاص. واحده ثانيه تيجي عندي تقول لي ايه؟ يبقى كميه قليله خايف من مريه كميه قليله. طب اولوجو منوريه يعني ايه؟ عندي لفظين اولوجو وبولي. بولي يعني ايه؟ كتير. اولوجو يعني ايه؟ قليل. اولوجو منوريه يعني انا بشوف الدوره كتير يا دكتور محمد بشوفها مرتين في الشهر يا دكتور محمد ده مش موضوعنا هنا. قول الجمهورية معناها انت بشوف الدورة ايه؟ قليل. انفريكوينت. طب ايه أقصى وقت للدورة زي ما قلت؟ والله ما بينش من 21 يوم ل 35 يوم. قول الجمهورية معناها ان انا بشوف الدورة حضرتك عندي بشوفها قليل. كل أكثر من 35 يوم، كل أكثر من 35، دكتور الدورة بتجيلي كل شهر و10 أيام، كل شهر حضرتك ونص، اسمها أوليجو. أما لو قلت لك أنا بشوف الدورة مرتين في الشهر، كل أقل من 21 يوم، بشوفها متكرر، بشوفها كتير، متكرر وكتير يعني إيه؟ بولي. يبقى أوليجو من البداية يعني لا. فهو هنا فوجئت أنا بحاجة ضايقتني أوي جامعة عين شمس. كمية أسئلة أمس كيوب مالهاش علاقة بالأمنية. كمية أسئلة بتيجي في موظف أمس كيوب مالهاش علاقة بالأمنية. يقول لي ديسكاس كوزز هايبومنوريا. ما
ببص في الورق مش مكتوب. Discuss causes of oligomenorrhea. ببص في الورق مش مكتوب. أتاري إن أوليجو والهايبومنورية دول هيعاملوا نفس معاملة مين؟ الأمنورية بالنص. ده اللي عاجبني قوي في كتابكم، هو موضح قوي في الكتاب. يبقى لو جات لي حالة أوليجومنورية، حالة هايب، يبقى سواء الدورة قليلة أو الدورة عندي متباعدة هتمشي مع نفس الحكم وهعمل نفس الأساس ونفس الانفستيجيشن بتاع الأمنورية عندي. هي هي نفس الكلام. بس يا دكتور محمد حيلة كده بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما تدخلني في الباثولوجيكال كوز اوف امنوريا قول لي الاول مين؟ وات ار ذا فيسيولوجيكال كوز اوف امنوريا؟ بص يا اولاد في اربع فترات من حياه الست عندها امنوريا عادي وما اسمهاش فيسيولوجيكال. اللي تقولهم لي يبقى جامد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الفتره الاولانيه قبل كام سنه؟ قبل 12 سنه. بري بيوبرتي واي؟ يقول واي يبقى معاها سواج. هو اساسا ايه اللي بيبتدي السايكل؟ ان مين ومين عالي؟ حد عارف ليه البنت ما بيجيلهاش دوره قبل 12 سنه؟ لان لسه الجناد التروفي ما اشتغلتش، لان لسه الاسس ما اشتغلتش. طب استنى هتعرف دلوقتي ليه هيجي على البنات حاجه اسمها بريكوشس بيوبرتي؟ حصل تنشيط للاسس قبل الاولاد. منتهى البساطه. فهنا حضرتك بري بيوبرتال لو قست الال اتش والاف اس اتش هتلاقيهم ايه عندي؟ قليلين. علشان كده عندي السيستم ما اشتغلش. علشان كده حضرتك الدوره لسه ما نزلتش. عشان كده انا زعلت قوي من بعض الناس فيكم اللي قالوا يا دكتور محمد انت طولت قوي في المقدمه بتاعت الفسيولوجي دي ليه؟ صحيح. يا اخي سيبني اظبطك. سيبني افيدك ولا عايزنا نعودك؟ عايز ما شاء الله طبعا. صدق دكتور بيقول لا اله الا الله. وهتقول انا عندي القدره ان اشرح لك الاوبستاتريك في حصه وبعد حصه وتطلع اقوى من اي حد تاني. بس حرام عليك، انا عايزك تبقى بتسجل كده وتنظف. طب ادي اول فتره في الحياه بري بيوبرتال. بري بيوبرتال برافو عليك. طب والفتره الثانيه في الحياه اسمها ايه عندي؟ شايف لما البطن تكبر اما يحصل ايه عندي؟ بريجننسي. ما شاء الله بريجننسي. طب خد السؤال ده، ليه البريجننت ما بيجيلهاش الدوره؟ واياك حد يقول لي علشان العين موجود جوه الرحم ما فيش مجال الدم ينزل. مش عايز تفكير ميكانيكي. يعني لو تقول لي ان العين جوه عايزك تبقى ابن الكبت، ابني اللي علمته وربيته وكبرته وفهمته الكيرف بتاع الحمل عايز عامل ازاي؟ يلا ايه الحمل ما بيجيلهاش الدوره؟ عشان انا اشوف اسال وطين. يعني ايه وطين؟ يعني ما فيش فرق في الحمل. يعني الفلوكلوجينيسيس مكنة التقويم شغالة في الحمل. حبك الكيرف ده؟ عرفت احنا كنا بنعمل اللي فات ده كله ليه؟ ماشي يا دكتور، عشان فعلا قال لي اتش من قبل ستة اشهر. طب خد دي، مين اللي معاه الاسم بريسترون اول 12 اسبوع؟ مين اللي معاه بعد؟ اول 12 اسبوع مين؟ كل بس مين؟ طب بعد كده مين؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. تمام. طب ومين ثالث فترة بيجي فيها للست امنوريا في حياتها؟ استنى وانا احمل واسيب الجوز يضرب لي نقطه اصل واحده قالت لي كده وانا دكتور شايل كل حاجه انا اللي احمل واجبد وارضع من انت عايز ايه؟ انت جوز طبيعي البريجنسي والايه كمان عندي؟ واللاكتيشن نسي ولا ايه؟ برافو عليك بريجنسي والادي اثنين بلاش تقول نسي ولا ايه؟ طب استنى ليه اللي بترضع ده بعد ايه من الريح؟ والبرولاكتين عدو يا حبيب عدو. وهتعرف دلوقتي بدرس الهايبر بلاكتينيميا ان بيعدي الهايبوثالامس في الجوناد تروفل ديزجونومون بولس جنريتور ويعادي نزول الجوناد تروفل ويعادي تومر سكس سترويدز ريكفري ويعادي ايفن البيفاكتور سكس سترويدز على اليوترس الاند اورجن بتاعه ويعمل اند اورجن. ده عدو رهيب، عدو رهيب، برافو عليك. طب واخر فتره في الحياه بعد 45 سنه واي؟ منوبوز. هاي هاي. طب حد يقول ليه العيانه المنوبوز ما عندهاش دوره؟ لا ما عايز كلام علمي، برافو عليك، علشان الفوليكلز هتبين اكزوستد، هتبين فينش. ليه يا دكتور محمد؟ اصل الست داخله كام بوابه في حته بيبرتي؟ 400,000 كل شهر بتصرف كام؟ 1000. الستات بيجي لهم كام دوره ان افريج؟ 400. ويوم ما تخلص الفوليكلز هيجي لها المنفوذ. طب ساعتها الليفل بتاع مين ومين عادي؟ قال اتش واف. ما احنا خلاص بقى، خلاص يا دكتور محمد ما نزلناش تاني، احنا بقينا الصياعه. لو ليش البروجسترون قليلين قال اتش والاف اس اتش بيبقوا ايه عندي؟ عاليين. طب خد السؤال ده، ازاي في المنقوص رغم الال اتش والاف اس اتش بيبقوا عاليين؟ عاليين بسم الله ما شاء الله، ما بيحصلش تبويض. لان مفيش فوليكس، لان الفوليكس ذا بينك ايه؟ اكزوست.
طب بعدين دكتور محمد، ولما نيجي نقلب الصفحة ونخش في الأمينورية عندي نفسها، أول حاجة عندي أنا بدرسها إيه؟ تعال نلبس حاجة أمورة ولذيذة وعسولة ونوقف على كده النهار. تعال نلبس حاجة اسمها أوت فلو تراك أوبستراكشن. يعني يا دكتور محمد أوت فلو تراك عندي أوبستراكشن؟ يعني حضرتك ده المشكلة لا في الهايبوثالامس ولا في البيتيوتري ولا في الاوفري ولا اي حاجه من الكلام ده. امال اللي عندي الدم بدي ينزل بس الاوت فلو تراك اخبارها ايه عندي حضرتك؟ عندي هي عندي القفشه. ليه يا دكتور محمد؟ قفشه ليه عندي؟ خير اللهم اجعله خير. بيقول لك الهايب ممكن يكون ايه عندي؟ انترفيرنس. او بيقول لك في الفاجينا ممكن يكون في سبتم حاجز بالعرض. اصل لو حاجز بالطول ما الدم ينزل يمين وشمال، لازم حاجز ايه؟ بالعرض، اسمه ترانسفيرس فاجينال سيبتم. بيقول لك ان السيرفكس نفسه ممكن يكون في حاجه اسمها سيرفايكال ايه عندي؟ اتريزيا، دي سيرفكس. برافو عليك، برافو عليك. طيب وايه كمان يا دكتور محمد؟ وايه كمان يا دكتور حسين الاسباب؟ يقول لك عندي المشكله حضرتك ممكن تكون في اليوترس، ان هو عندي اللي ما بينزلش الدوره. طب اليوترس اخباره ايه؟ كونجنتلي ابسنت، مش موجود. حد عارف اليوترس بيبقى ديفلوب منطقة اسمها ايه؟ موليريان ترانس. ساعتها بيحصل لي عندي مرض اسمه موليريان جينيسيس. طب عليك. طب وبعدين يا دكتور محمد وايه كمان؟ ده انتوا هتسمعوا مني شرح دلوقتي حته دين سندروم اسمه تستيكولار فيمينايزيشن سندروم. حد عارف حضرتك عندي المسلسل بتاع اللي بنقول عليه على سنين عايز ابطل كده بتاع دانيال بحيري اللي كان اسمه ايه عندي؟ خدعتني امراه دي ويجي ولا اسمه ايه؟ ما كانتش عارفه هي مين؟ نوع كده من الانترسكس عندي. تمام؟ ماشي؟ تستيكولار يعني ايه تستيكولار؟ يعني راجل يعني ذكر فيمنايزيشن يعني اعصابه ايه؟ بقى مؤنث الذكر المؤنث. انا عندي ذكر وبعدين اخباره ايه عندي؟ قلب عندي وبقى مين عندي؟ ده انثى. برافو عليك. طب استنى، كل الاسباب اللي انا بقولها دي تندرج تحت العنوان برايمري امبريا ولا سكندري؟ ممكن جنتك كلها برايمري. لا يبقى انا هكتب لك حاجه هنا كمان عن اوفري وابقى خلصت حضرتك اشهر اسباب حضرتك للبرايمري امبريا. عارفين ايه اشهر مرض عندي؟ ترنر سندروم. ترنر سندروم. مش كده تتوقع ان الراجل في الامتحان اخر السنه يجيب لي سؤالين، يقول لي ديسكاس ايه ديسكاس ايه؟ برايمري امبريت سكندري امبريت. برافو عليك. ديسكاس يا برايمري امبريت سكندري امبريت. انا هعمل لك ايه دلوقتي عشان اختم الحصه عندي بربع ساعه؟ هعمل لك حاجه لطيفه جدا. ان انا حضرتك عندي هقول لك اشهر ثلاث اسباب للبرايمري امبريت. مين يا دكتور اشهر ثلاث اسباب؟ الترنر سندروم عندي حضرتك. وبعديه حضرتك عندي الموليريان انجينسيس. وبعدين على الدولة ده بس ده نادر قوي اللي اسمه ايه حضرتك عندي؟ التستيكولار فيمينايزيشن ايه؟ سندروم. خدهم بس معايا الثلاثة دول واستمتع كده بحياتك وتعالى الحصة الجاية اللي هي بكرة ولا بعد بكرة؟ بعد بكرة هتكمل. لا الدنيا أحلى بكتير خصوصا بشرح لك فرج البي سي او اللي هو العسل. بس تعالى خد لك الثلاث أمراض دول مقارنة ببعض. مش عارف ليه انا مش واثق فيه، تعطيك فكره عن الترنر سندروم ده ولا لا؟ يعني شويه، بسم الله الرحمن الرحيم. بص على الورقه الثانيه اللي مديها لك. هتلاقيني كاتب لك هنا الترنر سندروم نمره واحد، اكتب عليه 30%. لان معلش انا عارف الكتاب، ايه النسب المهمه وايه النسب الطلاقه؟ وتعالى حضرتك على الموليريان جينيسيس، اكتب عليه ايه حضرتك عندي؟ اكتب عليه 20%. وتعالى على حضرتك عندي المرض الثالث المقارنه تستيكولار فيمينايزيشن سندروم واكتب عليه ايه حضرتك عندي؟ نادر جدا. ايه الثلاث امراض دول يا ولاد؟ ثلاث امراض حضرتك عندي وراثيين. هنعرفهم ازاي ونفهمهم ازاي؟ بكلمه واحده ان افهمك ان الست ليلتها عامله ازاي والدنيا اتكونت ازاي. فاكر اثناء الامبريولوجي اما كنا بناخد مقطع كده في بطن الست عند منطقه مين؟ الحذاء. هتفاجئ عشان اقول لك ان الناس دي كلها سلسله على بعض. ما كناش بنلاقي غير حاجه واحده في الوسط، حد عارف دي مين؟ دي الفور جات ولا الميد جات؟ الميد جات. الحذاء كان حواليها ايه؟ كان حواليها بريتونيوم، كان حواليها سيلوم الكبدي.
السيلوميك كافيتي دي بترجع لورا وتروح عامله كده بقيه السيلوميك كافيتي او البريفيرال كافيتي. هتفكر كان فجاه بيطلع نتوق هنا ونتوق هنا اسمه ايه؟ اسمهم دايرو جينيتال ريتش. دايرو جينيتال ريتش عندي بالمنظر ده يمين وشمال. هعرف دايرو جينيتال ريتش ده انا جبت سيرته عشان ده هيتبلف منه ذا فيوتشر ايه؟ ذا فيوتشر اوفري. محدش ابدا من يومها سالني امال التيوب اليوترس السيرفس الفاجينا هيجوا منين؟ هيجوا من الضغط. اسمها ايه الضغط دي؟ اتاري حضرتك كلنا راجل او ست حقا انه عالم واحد مصنع واحد ولكن لديه الفيلم التاك. انا عندي جونت دي ممكن تبقى تيستس او ممكن تبقى ايه؟ اوفرين. انا عندي حضرتك جاهز ممكن ابقى ست وممكن ابقى ايه؟ راجل. فجأة هتلاقي حصل انفاجينيشن من هنا دخول من هنا من السيلوميك كافيتي دي وعمل لي ضغط. فجأة هتلاقي انفاجينيشن من هنا وعمل لي انذر ضغط. فجأة هتلاقي اللي حصل شمال حصل مين عندي؟ يمين. ايه الاربع ضغطات دول؟ اتنين يمين واتنين شمال دول اللي هيمشوا الست او هيمشوا مين؟ الراجل. هتلاقي الست الأمورة العسل اللي ملهاش حل اسمها جاي له علاقة بمارلين مونرو عشان كده الضغط بتاعها اسمه ايه عندي؟ موليريم. والراجل الذئب الولف اللي بيجري وراها ويرايل عليها من اسم من الولف الضغط بتاعتها اسمها ايه حضرتك عندي؟ ذا وولفيان ضغط. انا عندي حاجة اسمها موليريم ضغط وعندي حاجة اسمها ايه عندي؟ وولفيان ضغط. ايه اللي بيحصل يا دكتور محمد؟ مالكش انت بقى. بتيجي إشارة من عند الله. هل عندي السبيرم اللي فيه واي؟ والله لو السبيرم اللي فيه واي هيلتحق مع الأكس بتاع الأم ويعمل لي إيه حضرتك عندي؟ ميل. هيعمل لي عندي ميل. يعني إيه ميل يا دكتور؟ يعني هيعمل لي عندي إيه حضرتك عندي؟ تستس. وتفاجأ بإيه بقى حضرتك عندي؟ إن الأنابيب اللي أنا رسمها يمين وشمال دي حضرتك عبارة عن إيه؟ داكتس. أنا واخد كده فيها مقطع فباينة كدايرة. بين كدايرة. انما لو انت قلت لي هتلاقي عباره عن هم ايه؟ داكتس طوال، انابيب طوال، بس عشان اعمل كده بين دايرة انما هم مين؟ داكتس. هتتفاجئ ان انا هنا عندي ادي داكت كده اهو، ادي داكت كده اهو، ادي حضرتك عندي الاثنين داكتس كده اهو، اثنين يمين واثنين ايه عندي؟ اثنين شمال، برافو عليك. مين يا دكتور الداكتات دي؟ الموليريان هم اللي بره ومين اللي جوه؟ والولفين هم اللي جوه. دايما تعرف حاجة عندي ان عندي الست هي اللي بتحتضن الراجل حتى في الحياة. الست هي اللي بتحتضن الراجل. ماشي يا دكتور مفيش أي مشاكل في هذا الموضوع. طب وإيه الأخبار حضرتك عندي؟ الموليريان داكت دي هي اللي هتعمل الفلوبيان تيوب، اليوترس، السيرفكس، الفاجينا. الولفين داكت دي هي اللي هتعمل مواسير الراجل، الإبيديدمس، الباس ديفرنس، الإيجاكولاتوري داكت، الحاجات دي. طب وهي الموليريان داكت اما تعمل عندي التيوب اليوترس السيرفكس الفاجينا ده كافي؟ لا ده في بره بيجي شكل جميل. فاكر اول حصه في الميتنج قلت لك عندي ثلاث حاجات تحت عنوان جينيتال. حته البقوشه الصغيره دي اسمها جينيتال ايه؟ تيوبيكل. حته الفردايه الصغيره دي اسمها جينيتال ايه؟ فولد. حته السوالنج الضخم ده اسمه جينيتال ايه عندي؟ سوالنج. طب ايه المطلوب بقى؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم تعال نشوف الفيلم الاكشن بتاعنا ايه اللي هيحصل. افرض ان الواي كروموزوم جت مع الاكس والبيبي اللي اتكون ده هو حضرتك بقى ميل والجنه اللي اتحولت دي بقت تستس. التستس بيعمل ايه يا دكتور محمد؟ والله التستس حضرتك فاكرين السكس كوردز؟ بتتكسر ولا ما بتتكسرش؟ بتتكسرش وتفضل شامخه كده واسمها مين؟ ستون. فاكرين السكس ستروما؟ بتخش ولا ما بتخشش؟ فبتخش وتفضل موجوده بره بيبقى اسمها ايه عندي؟ ليديك سانس. طب عليك. حضرتك الليديك سانس دي بتفرز هرمون اسمه ايه؟ اسمه حضرتك عندي تستوستيرون. طب وبعدين يا دكتور محمد التستوستيرون ده هيعمل ايه في الراجل؟ يقول لك التستوستيرون ده هو الهرمون في الراجل اللي بيعمل حاجتين بيكبر ويلحم. حد بقى فيهم جامد موت يقول ايه اللي هيحصل؟ يجي التستوستيرون ده ويعمل ثلاث حاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اثنين ثلاثه. يجي على مستوى المناطق الجينيتال دي يكبر الاثنين جينيتال سوالنج ويعملوا ايه لو انت واخد بالك؟ سكروتا. يكبر حضرتك عندي الجينيتال تيوبيكل ويعمل ايه لو انت واخد بالك؟ بينس.
يكبر ويلحم حضرتك عندي الاثنين جنتال فولد ويعمل ايه؟ لفلورا دابينايل يوريثرا. يكبر ويلحم. كبر عندي حضرتك الجنتال سوالنج يمين والجنتال سوالنج شمال والاخبار والحمل في بعض وعمل سكروتون. كبر عندي حضرتك عندي الجنتال فولد يمين وشمال والحمل في بعض وعمل فلورا دابينايل يوريثرا. كبر عندي الجنتال تيوبركل وعمل عندي دمين دميل بيوس. انا نجاس. ماشي يا دكتور. طيب وفوق يا دكتور محمد يعمل ايه تستوستيرون؟ يروح جايب التستس دي من فوق ويروح منزلها لغايه ما تبقى هنا. هو اللي مسؤول ان هو يعمل لها ايه؟ يعمل لها دراجنج لتحت، ينزلها لتحت. ماشي يا دكتور محمد. طب على المستوى الثاني يعمل ايه؟ يجي على الولف ينضغط يكبرهم حضرتك ويعملوا لي بقى بشكل لاتريدكت وباس ديفرنس وسبرماتيك كورد وابيديدمس موسير الراجل اللي انا ماليش دعوه بيه. بس في انا عندي غلطه في السيستم. ان مين لسه موجود؟ المدرب دلوقتي اللي يقول لك اختفي ازاي يبقى جامد. شايف السيرتوري سيلز دي ليها وظيفه؟ ايه وظيفه السيرتوري سيلز؟ اخفاء المولاريان ده. هتلاقيها بتطلع فاكتور اسمه ده مولاريان انهبيتوري فاكتور. بتطلع هرمون اسمه ده انتي مولاريان هرمون. مولاريان انهبيتوري فاكتور او بتطلع حاجه اسمها انتي مولاريان. ايه عندي؟ انتي مولاريان هرمون. فايدتها ايه بقى الانتي مولاريان هرمون دي؟ تعمل ايه؟ تجيب المولاريان ده وتقول ايه عندي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قول للراجل ازاي بقى راجل، اقول لك الست ازاي بقت ست. بسم الله. يلا عشان فاضل لك 5 دقايق ونتبع على بعض. حاول المرضين دول نقرب بعض لان هم لزاز قوي وبعدين نتكلم. يلا ازاي الراجل بقى راجل؟ مجرد ان جاله واي. فالواي دي عليها سيرتي جينز معينه وهذه الجينز بتحول الكرونات من اوفر لمين؟ لتستس. طب التستس ده هيفرز هرمون اسمه ايه؟ تستوستيرون. طب حد يقول لي التستوستيرون ده هيعمل ايه؟ هذه هيعمل حاجتين، يكبر الحاجات اللي بيحبوا مع بعض. هيعمل ايه يا دكتور محمد؟ على الثلاث مستويات. يجي التستوستيرون على مستوى حضرتك انت عارفين ان التستس موجوده عندي حضرتك، انت عارفين ان التستس والاوفري مش انا هنا عند اليوري جنتال ريدج كنت اخدت كام سكشن؟ معناه ان بوست تستس واوفري كانوا موجودين انتر ايه؟ ابدومنال. مين اللي بتفضل انتر ابدومنال؟ الاوفري. مين بتنزل لتحت؟ التستس. ليه؟ ليه ربنا خلى التستس تتهوى بره وخلى الاوفري مسقطه؟ لان حضرتك التستس بتطلع اوفر في الشهر ولا بتطلع سبرمات كتير؟ ملايين كل يوم. حضرتك الفرن بيطلع عيش كتير فزحمه تسيبه بره يتهوى. لكن هنا عندي الفرن ده بيطلع كام رغيف عيش في الشهر؟ رغيف واحد. لا وبحطه فوق الفرن كمان، يعني بطلع على فكره الكوميوليشن ده بره. طب والسبرماتوجينيسيس اللي جوه؟ ده الحيوانات المهمه تخش جوه. ده انت بتتفرس في الفرن قوي. مش كده التستس دي لازم تتهوى بره نص درجه اقل من درجه جسم الانسان. واسوء شيء يدمر التستس وجود فينز حواليه. اسمع عارف مباريك زي مش كده الاوفري هنا؟ بتطلعها واحده في الشهر. لا وبترميها على السطح فوق كمان هو غير الشهر. انما التستس دي بتطلع سبرمان كتير من جوه. لا ده فرن فرن فرن. فلازم التستس تنزل لتحت. مين الهرمون اللي هيشدها وينزلها لتحت؟ التستوستيرون. طب المستوى الثاني يا ولاد انا عايز اكبر عندي مواسير الراجل، هيكبروا ازاي؟ بسبب التستوستيرون. طب انا عايز اخفي المولاريان ده، هيخففوا بسبب مين؟ الانتي مولاريان هرمون بتاع السيرتولي سيل. المستوى الثالث والاخير، طب انا عايز ادي الشكل الذكوري للراجل من بره، هتفاجئ التستوستيرون بيعمل في الاعضاء دي ايه؟ يكبرهم ويلحم. الجينيتال تيوبريكل تبقى ايه؟ بينس. الجينيتال عندي فولد تبقى ايه عندي؟ فلور اوف ذا بينس. الجنتال سوالنج يكبروا ويلحموا ويعملوا ايه عندي؟ سكروت. طب انا عايز الست تبقى ست، اللي يقول لي ازاي يبقى جامد؟ كفاها فخرا ان ما عندهاش واي. انا اكتب الاسم ده كتير. ابسنس اوف واي. طب يعني ايه ما فيش واي؟ يعني ما فيش تستس. طب يعني ايه ما فيش تستس؟ يعني ما فيش تستوستيرون. طب يعني ما فيش تستوستيرون؟ يعني الاعضاء دي مش هتكبر ولا تلحم. يلا 3 2 1 3. يعني ده حضرتك عندي مش هيكبر ويفضل صغير ويبقى اسمه ايه بعون الله؟ نفس. ودول حضرتك مش هيكبروا ويلحموا مع بعض ويفضلوا عندي تخان كده واسمهم ليبيا مجنون. ودول حضرتك عندي مش هيعملوا ده فلورا دابينايل يوريثرا ويفضلوا تلحين ويعملوا لي ده ليبيا مجنون. استنى ومفيش تستس. اذا الكونت مش هتنزل لتحت، اذا الاوفري مش هتنزل لتحت، مفيش تستوستيرون. استنى
ومفيش تستوستيرون. اذا الولفيان داكت مالها؟ مش هيكبروا ومش هيعملوا مواسير الراجل. بس انا عايز الموليريان داكت بقى المرة دي تكبر. طب الموليريان داكت ازاي تكبر؟ كفاية ان مفيش تستس. يعني ايه مفيش تستس؟ يعني مفيش سرتوني. يعني ايه مفيش سرتوني؟ يعني مفيش موليري من البيتري فاكتور. يعني الموليريان داكت بيلا اكبر. تحس ان مين محتاج شغل؟ مين تكتب ومين تصل؟ انما الست هي الباسيف ستيت. هي الباسيف ستيت على فكره كلنا في الاصل ستات ولا رجاله؟ كلنا في الاصل ستات. انت عايز تبني الراجل اعمل عليها شغل. يعني اعمل عليها شغل. هات لي تستس، هات لي تستسترون، والتستسترون ده ينزل دين تحت ويكبر ده ويكبر ويلحم دول. وهات لي تستس طلع عندي فاليريان هرمون تبعد الاثنين دول. عايز بقى تعمل لي حضرتك عندي ست كفاري ان مفيش واي. مفيش تستستيرون فمفيش الكلام ده. مفيش انتي موليريان داكت فمفيش حضرتك اختفاء للموليريان داكت. شايف؟ والموليريان داكت طالما الاثنين عندي ما اختفوش ايه اكبر اخبار؟ بيكبروا ويتحلوا مع بعض. حد شاف الكبران واللحمه دي؟ شايف الكبران؟ لحمه مع بعض في المنتصف. حد عارف بقى الحتت دي هتعمل ده في فيوتشر ايتيوب؟ فالوبيان تيوب. طب ده يعمل ده فيوتشر ايه؟ يوترس. طب ده يعمل ده فيوتشر ايه؟ سيرفكس. طب ده يعمل ده فيوتشر ايه؟ مجال. وخلي بالك من حاجه، الستات جايه من افوه واحده ولا افوهتين؟ طب شايف ايه اللي في الوسط ده؟ سيبتم. لازم السيبتم ده ايه؟ يختفي. طب لو ما اختفاش؟ دبل يوترس، دبل سيرفكس، دبل مجال. في سيبتم هنا في النص لازم عندي مين؟ يختفي. برافو عليك، برافو عليك. فلازم الاخبار عندي، لازم حضرتك هذا السيبتم عندي يختفي. وخلي بالك من حاجه، الموليريان داكت دي كمان بتعمل ايه؟ فينا يا دكتور محمد بتعمل ايه؟ بتعمل حضرتك ذا تيوب، ذا بادي، ذا سيرفكس. خد دي بقى عشان يكتبوا في الام سي كيو السنه اللي فاتت في يونيو 10 1. وبتعمل فقط ذا ابر فور فيفس للبشر. امال اللور فيفس ده لا مالكش دعوه بيه. ده جاي من ساينس اسمه ذا يورو جينيتال ساينس. يعني ايه يورو جينيتال؟ يعني دي احدى الفتحتين، فتحة الايه وفتحة الايه؟ فتحة البريست وفتحة الفاجاين. الخمس التحتاني كده جاي من حتة تانية؟ اسمه يورو جينيتال ساينس. برافو عليك. يعني يا دكتور محمد الاربع اخماس اللي فوق بتوع الفاجاينا ما لهمش علاقة بالخمس اللي تحت عندي حضرتك على يورو جينيتال ساينس؟ برافو عليك. عارف بينهم حاجز. اللي يقول لي الحاجز ده اسمه يو اي ماي. ده السؤال اللي جاله السنه اللي فاتت والعيال اتشلت. قعدت شلت اقول على الاقل 14 مره. ده لسه ما اتكلمتش في الامبريولوجي اصلا، ده انا بسلم عليك كده بين الشمال لسه. والهايمن ده حد كده يقدر يقول لو الفاجينا طولها 10 سم، على فكره ده كلام علمي. الهايمن على بعد قد ايه؟ لو الفاجينا طولها 10 سم الهايمن على بعد قد ايه من بره؟ 2 سم. يعني على الشارع بره ولا جوه شويه؟ جوه شويه. 2 سم. جبت منين 2 سم دي يا ولاد اللذينه؟ خمس وايه عندي؟ واربع اخماس. الخمس وايه عندي؟ واربع اخماس. عشان كده سبحان الله هندرس مع بعض بقى من البنات اللي يقول لك ريب ومش عارف ايه وبتاع وحاجات. لا الدنيا مش سهله. حتى الجواز والكلام ده وان الهايمن ده يقدر. لا الدنيا مش سهله لانه مش على السطح. مش على السطح. موجود جوه على بعد ايه عندي؟ 2 سم. مش كده الاهالي بيربوا رعب لبناتهم. تيجي البنت تقول لك حقوريه صغيره في المدرسه عايزه تطلع رحله الهرم، تقول لها لا. لا ليه يا ماما؟ لا مش هتقدر تطلع براسي ماما مش فلوس. لا لا الهرم وتركبي جمل ابو سنمه. ايه يا ماما ابو سنمه دي؟ وانا مش فاهم حضرتك قصدك ايه؟ طب بكره ما تكبرها يا سلام. هي السنمه دي يعني هتخش في تعايبني صعب جدا هذا الكلام. وتيجي بعديها بسنه تقول لك ايه؟ عايز اطلع رحله القناطر يا ماما. هما قناطر؟ هتركب عجله؟ هما جدول؟ ايه يا ماما في ايه يا ماما؟ فكري الزباله اللي عندك هتكبرين على فكره مش فاهم حاجه كده بتوعينا على حاجات معينه تمام؟ استحوا بينا احنا بنات كده. ادي استحوا بينا انا الدكتوره انا سامعها اصبع عليكي. تجي لي بنت وانا في مستشفى نظر دوري مش شيراتون يا حضرتك تقول لي ايه؟ يا دكتور ماشي بالعربيه صباح سنه فحسيت ان انا مزنوق قوي 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 قوي. وبعدين اللحظه بعد داخل الشيراتون على يمين رحت داخل الحمام يا دكتور جاي يفتح الشطاب لقيت قوه الدفاع رهيب قوي فانا جاي اكشف على الفيرجينيتي بتاعتي. افتح من صياع
هو مية هو صد النهضة. أنا واحد من صد النهضة. مشكلة من ايه اللي انت تخش الحمام فيه ده؟ تعالي يقول ان ايه حكاية كسرين بالظبط. فانا على بعد حضرتك عندي مين؟ الناس موتي. والهايمن هو اللي انت اتدربت عندي من الحتة دي. الحتة اللي ما بين عندي المولية. خد بالك من حاجة. ان عندي علشان المولية بتاعت عندي تكبر. محتاج يكون عندي ايه؟ لا محتاج ان ما يكونش عندي مولية نبيتر فاكتور. علشان حضرتك عندي الكونداكت دي تختفي محتاج يكون عندي ايه؟ لا مش محتاج ان يكون عندي مين حضرتك؟ مش محتاج ان يكون عندي تستوستيرون. لو مفيش تستوستيرون الكونداكت دي عندي مش هتقدر. قوم ايه سعادتك بقى؟ قوم الليله اللي انا بقوم فيها دي تدخلني حضرتك عندي اربع امراض. ايه الاربع امراض دول؟ واحد حضرتك عندي ان الهايفن ده حضرتك اصلا مفروض يتعمل فيه فتحه كده حضرتك عندك. هتعرف رب شايفنا رسم الفاجينا ازاي؟ شايف مرسوم بقى بالايه وبالايه؟ خمس واربع خماس. طب حد عارف الاربع خماس دول جايين منين؟ حد عارف الخمس ده جاي منين؟ هتفهم بقى دلوقتي ايه اللي هيحصل عندي؟ الاربع امراض اللي عندي؟ واحد يا دكتور ان هذا الهايمن ما يحصلوش كاناليزيشن كده. ما يحصلش الفتحه اللي بتنزل الدوره دي فيفضل مقفول ساعتها يبقى اسمه ايه؟ انفنتوري هايمن. والبنت تيجي سبحان الله عند 12 سنه والمكنه تشتغل والهايبوثالامس يشغل بيتيوتري يشغل الاوبري وينزل دم. يا ترى الدم ده هيطلع ولا متخزن؟ نقوم احنا نسمي القصه دي حضرتك عندي فولس امينوريا. حد عارف يعني ايه فولس امينوريا؟ بيقول يبقى جامد. وطبعا في البنت دي ما عندهاش امينوريا بتنزل عليها الدوره بس الدوره دي انت مش شايف. الدوره دي مستخبيه عندي عليك مستخبيه عليك انت مش شايف. لكن وحياه ربنا بتنزل مش كده اسمها ترو امينوريا ولا فولس؟ فولس امينوريا. يقول امال الدوره عندي متحوشه فين؟ فاضل لي 30 سنه ما تقلقش يا ولاد خاف عليك اكتر من نفسك. امال الدوره متحوشه فين؟ بتحوش في المخبأ ده. حد عارف يعني ايه سركاي وجيرويد؟ حد عارف يعني ايه كريبت؟ كريبت بروح المنظر ده مش كده ليها اسم تاني بيقول عليه فجاري كريبتومنوريا. يعني ايه كريبتومنوريا؟ يعني مستخبيه في اليوترس مستخبيه في المخبأ مستخبيه في الكريبت ده الدوره دي مستخبيه. طب ده فولس. يعني ايه فرصه يا دكتور محمد؟ يعني هي حضرتك الدوره نزلت لكن الاثنين عندي. طب والباقيين دول اسمهم مين عندي؟ ترو. يعني ايه يا دكتور محمد ترو امينوريا؟ امينوريا حقا. مره حضرتك عندي الدوره ما نزلتش علشان العين كان فين؟ في الاوفري. ما تخلقش صح. اسمه اوفريان جينيسيس. حد يعرف يعني ايه 45 اس او؟ كان عندي مشكله هنا مش 46 اكس اكس. مش كده الهرمونات ما طلعتش. مرة تانية الدورة ما نزلتش علشان مين ما تخلقش؟ المولاريان دوت عندي مين؟ مولاريان انجينيسيس. وده بقى حبيب قلبي ده الدرس ده التحفة بتاعت السيكلوبرنازيل سندروم. ازاي عندي يا حضرتك ان ده كان راجل 46 اكس واي تعالوا هتسكيو ده كتير قوي. والتستس دي طلعت هرمونات تستستيرون لكن يخسر يخسر يخسر. اندروجين انسنسيتيفيتي سندروم. حد عارف يعني ايه اندروجين انسنسيتيفيتي سندروم؟ مفيش ريسبتورز للاندروجين. عشان كده مشيت في سكه الرجاله ولا والنت بقسم تستيكولر ايه؟ نايزيشن. شوف الحصه الجايه هتلاقي ان البت دي البت دي ولا الواد ده؟ البت وقمر وطول وعسل وملهاش حل واول واحد بيتجوز واشهر مليكان في فرنسا اكتشف بعد كده ان هي مين؟ ان هي ظفر ان هي راجل. بس مش مهم انت تحب تعرف بعد ما تصاحبها ان هي راجل ولا لا؟ مش مهم بس قوي. الأربع بكرة كمان شوية في المنزل، بكرة معانا الكلام الجاي احنا بنسافر بكرة أبوش يا ولاد، بكرة أبوش يا ولاد، بنبتدي الشمس يا ولاد، بكرة أبوش يا الساعة 7 يا الساعة 9 الساعة 1 الساعة 1 وغالبا بعد العيد بقى في ناس عايزة تخليك 12 عايزة تخليك 2 اللي انتوا عايزينه ان شاء الله كلنا 4 2 4 شكرا.